طيب بإذن الله حنحاول نغطي كل المعلومات الأساسية اللي بتخص البروبوزل رايتنج وما حولها كمان including الإثيكال أبروفال إيشوز وزي هذه الحاجات. وفي الغالب المعلومات أنا متوقع أنه أغلبنا عندنا معلومات عامة يمكن مبعثرة شوية ومو مرتبة، فحنحاول نركز هذا السيشن إنه إحنا نلم المعلومات اللي نعرفها ونبدأ نرتبها في سلسلة واضحة ونعمل زي نركب قطع البازل اللي خلينا نقول بازلز ناقصة شوية قطع نركبها في مخنا عشان تتضح الصورة بشكل أفضل. فبس حابة أنوه إنه ممكن كلام يكون فيه يحتمل بعض النقص أو الخطأ، فالموضوع هنا يعتبر كأنه تبادل الخبرات بالنسبة لي أكثر من تلقي وعطاء. فأي أحد يلاقي عندي نقص أو عنده معلومة أنا ما هي عندي يريد تكتبها على طول عندنا في الشات ونتبادل الأفكار والخبرات. بسم الله نبدأ. بس بسأل هل عندكم كلكم السيشنز ماتيريال؟ الباوربوينت هذا عندكم؟ هم أرسلوه على الإيميل يفترض. فعيون إذا ما عندك الماتيريالز ممكن أحد يرسلك هي على الواتس. تمام الأغلب عنده الحمد لله. طيب بسم الله نبدأ. هذا إيش ما يمشي عملا. طيب so the session's objectives إن شاء الله for today. واحد we will do a quick review for the research milestones. حنبدأ كذا بس في البداية ناخذ لمحة سريعة عن المعالم العامة للبحث، هدفنا منها عشان نعرف خطوة البروبوزل هي فين بالضبط من هذه المعالم العامة أو الرحلة الطويلة البحثية. بعد كذا على طول راح نبدأ لتعريف البروبوزل والpurposes والtypes of proposal، وبعدها نركز على المين كومبوننت أساسا لهذه المحاضرة اللي هو مكونات البروبوزل وhow to write it professionally، وهذا هو حيكون تركيزنا اليوم. هذه السلايدة صراحة حطيتها كغرض إني أتلكح شوية في البداية لما يجمع العدد، بس أنا شايفة ما شاء الله العدد مرة ممتاز فما يحتاج أتكلم عنها، ولا هي ترى يعني كلامها مهم برضو. باختصار مرة شديد خلينا أقول فيها نقطتين سريعة. عشان نبدأ بداية واحدة، إحنا لازم كلنا نكون عارفين ومتفهمين صراحة إنه الريسيرش كذا ممكن يكون بحر كبير وفي له وحل مزعج كمان، هذا كلنا we all in this together صراحة، وكلنا بنواجه هذه الصعوبات. أحيانا الواحد يدوبك يلاقي مفتاح باب يفتحه يلاقي 5 أبواب قدامه، ويفتح باب يلاقي 10 أبواب ثانية قدامه ومتاهة تطول. ف we all understand this، بس بصراحة من خلال ما لاحظته إنه أكثر حاجتين تعتبر كذا كأنها سلاح وساعدتنا ساعدت كثير ناس يعرفهم إنهم يمشوا أمورهم في الريسيرش، حاجتين concept the gain وال give مرة حاجة مهمة. دائماً أي معلومة في بالك أعطيها، فهذا هو الشيء اللي أنا حتى حبيت أبدأ فيه السيشن. knowledge sharing ترى جداً مهم، أي شيء تعرفه أعطيه للناس، ولا عكس إذا في شيء أنت ما أنت عارفه ومتورط بحاجة ترى لازم تسأل. أسأل الشيء الغبي قبل ما تسأل الشيء الصعب، أسأل أسهل الأشياء. ترى في ناس كثير أعرفهم ما كملوا أبحاثهم، ما زبطت معاهم ووقفوها، والله الأسباب تافهة شوي. لو إنهم سألوا أنا متأكد إنه في مليون شخص مر بنفس هذه المشكلة، ترى مو إحنا الوحيدين اللي بنسوي ريسيرش، في ملايين الناس في العالم بسوي ريسيرشز وبيقعوا في أخطاء وفي مليون حل لها. ف it's better to ask صراحة، وغالباً في مليون حل فعلياً، هذا شيء عملي لاحظته على أرض الواقع. عموماً نخش على طول في موضوعنا إن شاء الله لليوم. بالبداية إيش الريسيرش ميلستونز أو إيش الرحلة البحثية والمعالم العامة؟ خلينا نوه بس في البداية ترى هذه الرحلة تعتبر خلينا نقول كلاسيكال باثوي، ولكن ما هو بالضرورة إنه هذا هو الأساس. يعني مو كل الأبحاث تمر بنفس هذه المراحل، لكن الأغلب أو الكومن بذات إحنا كستودنتس كومنلي إحنا بنمر بهذه المراحل. وحمر حقول شوية في السلايدات الجاية إيش الأبحاث اللي ما أحتاج أمر فيها بكل ذي الخطوات وإيش إيجابياتها وسلبياتها. كلاسيكالي عادة إحنا لازم نبدأ بحثنا وإحنا عندنا research idea ورح نكتب عليها research question، وبعدها رح نبدأ literature review مباشرة. وهذا اللي حنفترضه في هذا session اليوم إنه إحنا اليوم مخلصين أول خطوة وثاني خطوة، كلنا عندنا research idea و literature review عملنا. هدفنا من literature review حاجات كثيرة، بس باختصار هدفي أخرج من literature وأنا عندي فكرة عامة عن بحثي، هذا التصور كامل أنا كيف بدي أسويه، ناوية كيف أطبقه، إيش الpopulation حقوني والsample size تقريباً اللي مناسب ليا،
إيش الإنكلوجين والإكسكلوجين السيتينج، ترى هذه كلها نستفيد منها based on what's written already في الليتريتشر ريفيو، وعلى حسب إيش ناقص أساسا من الليتريتشر، فحكون تصور أكبر وأوضح وأشمل من خلال ما أقرأ مما أقرأه. وباي لوجيك أكيد كل هذه الأشياء اللي عندي في مخي أحتاج أجمعها على ورق وأكتبها أو أثبتها في مكان واحد، علشان كذا جات فكرة وأهمية البروبوزل، وهذا هو الأساس اللي يختص فيه البروبوزل. أنا أكتب الأفكار المبدئية، والبروبوزل يعتبر هي الخطوة الأولى العملية في البحث اللي أنا بكتب فيها شيء، ببدأ أطلع مخرجات. في الخطوتين الأولى كلها كانت أفكار وقراءة وأخذ وعطاء، هنا في البروبوزل أنا بدأت أقول بسم الله ومسكت القلم وبدأت أكتب introduction وبدأت أكتب تفاصيل تخص البحث حقي، كل أمر على كل الأساسيات في البحث in general not in deep details بس بشكل عام. وطبعاً هذا اللي حنقعد عليه طول اليوم في السيشن، يقول البروبوزل بتفاصيله وإيش اللي المفروض نكتبه فيه. لو تلاحظوا هنا ودائماً هتلاحظوا البروبوزل مرتبط بالإثيكال أبروفل، دائماً بروبوزل ومعاها إثيكال أبروفل. This is true لأنه في أغلب الأحوال هدفي الأساسي من كتابة البروبوزل أساساً إن أنا بدي أقدمه للبيوميديكال إثيكس كوميتي أو لجنة الأخلاقيات البحثية، وحتكلم بعد شوية أساساً على السورسز اللي أنا ممكن أو إيش الأسباب بالأصح، إيش الأسباب اللي أنا أكتب لها البروبوزل. ترى هو مو بس يقتصر على إثيكال أبروفل، لكن بدأت إحنا كمان في كستودنتس غالباً بنكتب البروبوزل عشان بعدين نعطيه الإثيكال أبروفل، بعدين يقبلوا بحثنا يقولوا أوكي هو أخلاقي تماماً ما فيه أي خدش لخصوصيات العينين اللي أنا بجمعها، سواء كانوا المرضى أو عامة المجتمع أو أياً كانوا، أوكي تمام ما فيها أي أخلاقيات ناقصة، مبروك أنتوا تقدروا تجمع الداتا. فنأخذ الخطوة اللي بعدها اللي هي خطوة نمبر 4، أبدأ أجمع الماوس شكله متهم. المهم نروح للداتا كوليكشن ونبدأ نجمع البيانات، وبعدها نروح على تنظيف هذه البيانات وكتابة الأناليسز والتحليل الخاص فيها وكتابة النتائج. وبعد كذا أنا مبروك الآن في هذه الخطوة بنهاية خطوة رقم 5 خلصت كل الشغل والفعاليات والروحات والجيات والأشياء اللي فيها أشياء عملية ومتنوعة كذا في البحث. الآن الخطوات الباقي ما يبغى لها غير إني أنا أجلس في البيت أركز أجيب مخي معايا وأبدأ أكتب كل هذه الأشياء اللي راحت في مانوسكريبت. المانوسكريبت هذه هي المسودة للنشر، اسمها مسودة ليش؟ لأنه هي حكتب فيها كل الأشياء النهائية اللي مرت في بحثي بالتفصيل الممل، هي نهائية لكن اسمها مسودة لأني لسه حرسلها للجورنال، والجورنال حتأخذها من بعدي وتبدأ تنظفها. الجورنال لما تستقبلها ترى لها ثلاثة، واحدة من ثلاثة احتمالات تسويها معايا، يا تقول لي هاتيها حقبلها مباشرة بدون أي تعديلات ولا شيء وهذا نادر جدا، أو تأخذها وتقول مقبولة لكن عليها تعديلات وإضافات وهذا مو واضح وهذا ترتبه وهذا في الغالب، أو الخيار الأخير اللي إنها ترفضها وتسوي لها ريجكشن وهذا نادر شوية برضو أو متوقع أكثر، هذا نسبته أعلى شوية على الأقل من القبول اللي بدون تعديلات. في المانوسكريبت قبل ما طبعا بعد ما نعدل تعديلات وكل حاجة خلاص الحمد لله تم الببليكيشن وانتهى البحث. في خطوة المانوسكريبت اللي بدي أعلق عليه كمان زيادة وبعدين أقفل على المانوسكريبت خلاص، إنه عادة بدأت إحنا كستودنتس ما بدنا نتعب في كتابة المانوسكريبت، اللهم في الأناليسز والريزلتس أقصد والديسكشن، لكن بنستفيد الفائدة الثانية والأخيرة والوحيدة من البروبوزل إن نرجع له الحين في هذه الخطوة. في خطوة المانوسكريبت أقدر أرجع للبروبوزل حقي وأستفيد من كل الانترو اللي كتبتها والميثود اللي مبدئيا أنا خططت لها لبحثي أنسخ نفس الكلام اللي كتبته هنا، لأنه ترى هذا البروبوزل ما راح يشوف النور، ترى ما حد راح يقرأ غير البيوميديكال إثيكس، فأقدر أنسخ الكلام زي ما هو أحطه في المانوسكريبت وحبدأ أسوي عليه شوية تعديلات. واحد في البروبوزل حتلاحظوا قدام لما نبدأ كل كتابتي في البروبوزل عبارة عن we are planning to حاجات في المستقبل لأنها خطط مبدئية لسه ما صارت، أما في المانوسكريبت خلاص الحاجات انتهت، فدائما حنحور في الكلام ل we did, we have done, إلى آخره، لأنها خلاص الحاجات اللي صارت وانتهت. هذا شيء حنغير في صيغة الميثود بهذه الطريقة ونضيف عليها more details، حاجات ما كنا نقدر نسويها في البروبوزل زي مثلا والله تجميع الداتا كان من يوم 15 أبريل مثلاً إلى يوم 25 أبريل مثلاً،
وأخذ تجميع الداتا مننا أسبوعين وتفاصيل دقيقة ما كنا قادرين نكتبها في البروبوزل لأنه لسه ما عارفين المستقبل متى حيصير بالضبط، بس نقدر نقول مبدئيا راح نجمع الداتا مثلا في شهر، نعطي نفسنا خطة مبدئية، لكن ما هي الديتيلز أشياء واقعية. في واحدة بتسألني رغد بتقول ممكن تعيدي الليتريتشر ريفيو؟ أنا حتكلم عن الليتريتشر ريفيو أساسا بالتفصيل شوية قدام لما نتكلم عن الكومبوننت البروبوزل، فعشان كذا ما طولت فيه مشيته. وكل أغلب الأشياء هنا ترى حنمر عليها بعد شوية بالتفصيل ومع التركيز على البروبوزل، فما عليك، ما قلت شيء مهم في الليتريتشر ريفيو إلى الآن. طيب توقع إننا خلاص انتهيت من الخطوات كاملة بشكل عام للريسيرش. طيب ليش مو كل الريسيرشز ممكن تمر بهذه المرحلة؟ في ريسيرشز محتاج أمر بها بكل الخطوات، من ضمنها زي إيش؟ من يقول لي أنواع ستديز ما حمر بكل الخطوات؟ في بالكم شيء؟ الكيس ريبورت، صحيح بالضبط. في الكيس ريبورت أنا بمر على إيش على طول؟ على طول بنط على مانوسكريبت، لأنه أنا أساساً ما عندي داتا أجمعها ولا إيثيكال أبروفل آخذ والكيس سيريز يا إناث، صح؟ على طول عندي معلومات جاهزة وpatients بأخذ معلوماتهم وأكتبها، فعلى طول راح أروح لمانوسكريبت. ممكن هحتاج خطوة رقم اثنين اللي هي الليتريتشر ريفيو عشان أقرأ أكثر عن حالتي وأفهمها، وبعد كذا أرجع مرة تانية للمانوسكريبت بدون ما أمر على أي شيء من هذه الخطوات وبدون ما أكتب proposal، وهذا هو الشيء المهم. ما حكتب proposal لكل الأبحاث. رهف عبد الوهاب قالت الريفيو article، بالضبط الريفيو article وبأنواعها ال systematic review والreview article والmeta analysis كلها ما أكتب فيها proposal، فهذا شيء مهم تعرفوه. proposal مو في كل الأحوال هحتاجه، ولا هذه الخطوات كلها حمر عليها في بعض الأبحاث. بالنسبة للretrospective studies يا أسماء، لا بالعكس، retrospective studies مرة تحتاج إن أنا أكتب proposal وأخذ ethical approval. ليش؟ لأنه retrospective cohort أنا بتواصل فيها مع مرضى، بأخذ مرضى غالباً أو على حسب البوبوليشن اللي أنا عندي، بس في الغالب الريتروسبكتيف بشوف مرضى وأبرجع معاهم للزمن الماضي وأشوف فايلاتهم، أرشيف، أسوي معاهم انترفيو أياً كان، فأنا بتعامل بشكل أو بآخر مع ناس، فهنا على طول من يوم ما أتعامل مع ناس تحضر الإثيكال إيشوز، فعشان كذا أنا مضطرة أخذ إثيكال أبروفل، فعشان كذا لازم في الريتروسبكتيف أخذ. في الكروس سيكشنال ستديز interestingly مو لازم أخذ ethical approval، بس مو دائما، أحيانا، وهذا شيء كثير دكاترة يتعارضوا فيه مع بعض. في دكاترة كثير يقولوا لا cross sectional studies أنا بتواصل فيه مع ناس وباخذ بياناتهم وإلى آخره، فأحتاج ethical approval وأحتاج أكتب proposal. وفي مجلات أساسا ما تقبل cross sectional studies. cross sectional studies بيانات اللي إحنا ننشرها لبعض دي ونطفش بعض فيها. في journals ما تقبل البحث حقي إلا لو أنا معايا ethical approval، وفي مجلات ثانية ما عندها مشكلة تقبل بدون ethical approval. وهو يعتمد ليش الناس ما ياخذوا ethical approval، لانه يقول لك بالذات الستديز اللي انا باخذ فيها بس knowledge وبشوف فيها وعي ورايه، وانا عارف ان انا ما حمس فيها خصوصيته ولا شيء، يكفيني بس ان انا في بدايه الدراسه اقول له هل انت موافق على المشاركه yes ولا no، وبناء عليه انا اخذت الconsent او الapproval منه انه هو موافق وخلاص، انا ما اجبرته على شيء او ولا اخذت شيء من خصوصياته، بالنسبه لهم كذا ايثيكالي شغلهم ابروفد خلاص. ويقولوا في وسط المانوسكريبت حقهم انه في سكشن الايثيكال كونسيدريشن يقولوا خلاص الكونسنت واكسبتنس من البارتيسيبنتس واز تيكن بيفور كولكتينج ذا داتا. توقع خلصنا وطولنا كمان في هذا السلايد. بكذا احنا فهمنا البروبوزل هو فين مكانه بالضبط وش وضعه في الحياه. البروبوزل او البروتوكول تسمى احيانا، فهو باختصار هو عباره عن complete written description، انا بكتب فيه بالكامل الافكار المبدئيه البحثي كاملا من الف لياء، وهذا اللي حنشوفه دحين بالتفصيل مع بعض ايش حنكتب فيه. وكمان في حاجه حلوه هنا انه هو مو بس هدفي يلا ابى ethical approval او شيء ثاني حنشوفه بعدين، ممكن برضو أنا أكتب كله علشان أعمل quick assessment لنفسي هل هو suitable أساساً، هو suitable research project ولا لا. أحيانا الأفكار لما تكون طايرة في مخي تكون مرة تمام وحلوة، لما أجي أبدأ أكتبها وأقيمها وفي كل section أبدأ أفصل في الأفكار أني كيف بدي أجمع داتا ألاحظ أنه لا في أشياء ما هي كويسة، في أشياء تحتاج تظبيط. فالproposal صراحة مهم جدا في هذه النواحي، يعني هو يرتب لي مخي كويس. هنا ما راح نطول كثير، بس بدنا نقول مين يحتاج أو أنا لمين أكتب البروبوزل أو البروتوكول. إحنا قلنا هذا، هذه النقطة قلناها اللي هي للـ IRB members.
اللي هم الإثيكال أبروفل يعني. فهذا مين اللي إحنا غالبا راح نكتب الإثيكال أبروفل علشان بس عشان نأخذ الإثيكال نحن سوري نكتب البروبوزل عشان الإثيكال أبروفل. بس في حاجات تانية حلوة مو لازم أمر عليها كلها بس حمر على أهمها زي الفندرز مثلا. هي حاجات إحنا غالبا في كستودنتس ما حنمر عليها ترى كلها اللهم الآير بي ممبرز. لكن مثلا فندرز حاجة حلوة. أحيانا في مؤسسات ولا شركات تقول مطلوب باحثين للمواضيع الفلانية والفلانية والفلانية وإحنا نعطيهم يعني فلوس وندعمهم ماديا علشان يعملوا هذه الأبحاث. الاثنين مستفيدين يعني الباحثين حيستفيدوا لأنه في بيئة مضبوطة لهم والمؤسسة أو الشركة برضو حتستفيد من هذه الأبحاث والنتائج اللي حتطلع فيها. فأنا أكتب بروبوزل مبدئي بأفكار المبدئية عشان أعطيها لهذول الفندرز أو الممولين اللي حيمولوني وأعرض عليهم فكرتي. في حاجة تانية مرة حلوة بس حوريكم هي بسرعة وخلاص اللي هم للpublication. أيوة ممكن أكتب البروبوزل للpublication في أحوال نادرة لو لاحظتوا الخطوات هنا لما قلنا فيني أنا عن البروبوزل. شوفوا البروبوزل في خطوة رقم 3 وفيني عن البابليكيشن في خطوة رقم 8. المفروض أنا مر بكتابة بحث كامل قبل ما أنشر البروبوزل لكن في أحوال خاصة شوية ممكن أنشر البروبوزل حقي للناس ويعتبر نشر رسمي طبعا ويتنشر في كل مكان نشوفه. ودحين لو تبغوا أكتبوا في بوب ميد أو في جوجل سكولر بروتوكول ريسيرش حتلاقوا فيه بروتوكولات أو بروبوزلات منشورة. عادة تكون هذه تتميز بإيش؟ بإنها أفكار مرة 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 نادرة، أفكار ما قد صارت أساساً على كوكب الأرض بس إنها تطبق لكنها لسه ما قد صارت. فحاجة فكرة مرة رهيبة وخارقة مرة ما قد خطرت على بال أحد فالناس ينشروها لسببين رئيسية وممكن في أسباب ثانية. ينشروها علشان ممكن أنا عندي هذه الأفكار الحلوة بس ما في أحد ما أقدر أطبقها أو ما في أحد يدعمني عشان أطبقها في المكان اللي أنا عايش فيه، فبدي أنشر هذه الأفكار الحلوة عشان أي أحد على وجه كوكب الأرض يقدر يسويها يسويها فيستفيد من هذه الفكرة الرهيبة. أو أنا أوكي بدي أسويها ناوي أسوي هذه الفكرة حقتي حقة البحث بس أبغى ناس إكسبرت من أنحاء العالم يقيموها ويشوفوا شغلي كيف كويس خطتي مو تمام في شيء أحلى من شيء ممكن أسويه. فبيسكلي هذا هو السبب اللي خليني أنشر البروتوكول حقي. ولا عادة أي بروتوكولات لا ما تتنشر ما يقولوها إلا إذا كانت حاجة فكرة يونيك جدا جدا جدا. طيب باقي النقاط ما حمر عليها اللي قبل لأنها مو ضرورية ما بضيع وقتكم. هنا في سؤال when do you need to... هنا جاوبنا عليه ترى قلناها وأنا صراحة طولت في مرة ماضي قلت كل شيء مرة واحدة اللي هو متى حكتب بروبوزل ومتى ما حكتب. خلاص احنا فهمنا عرفنا انه احنا حنكتب بروبوزل في الابحاث اللي انا احتاج اخذ عليها ethical approval او حشوف فيها مرضى زي الcohort studies والcase control studies والcross sectional studies. بس ما ححتاج غالبا اكتب بروبوزل ولا اخذ ethical approval في الcase control والcase series والreview studies والreview articles بانواعها. وصراحة أنا أحبذ إنه في الكروس سيكشن ستديز أوكي نقدر نسويها ترى عادي كلنا كستودنتس نقدر نسويها بدون إثيكال أبروفل وبدون شيء والحالنا حتى كذا ستودنتس ومشيها وننشرها حتى. بس يعني أحبذ إنه ناخذ عليها إثيكال أبروفل حتى وإن كانت عادي بدون إثيكال أبروفل عشان للهيئة يعني لأنه في الأخير نحن حنجمع ثلاثة دوكيمنتس رسمية اللي تثبت مشاركتنا في عمل البحث. وحمر هنا بسرعة على الإثيكال أبروفل وبعدها نكمل موضوع البروبوزل. بالنسبة للإثيكال أبروفل من فين ممكن ناخد إثيكال أبروفل؟ إحنا عندنا هنا في مكة شوية variety of choices ممكن نختار الإثيكال أبروفل اللي نبغاه بحسب نوع دراستنا أو بمزاجنا. أحيانا في دراسات تحدنا إن أنا أروح أخذها من مكان معين زي مثلا لو أنا أبغى عينتي كانت cancer patients مثلا وأنا في مكة هنا ما عندي cancer patients غالبا أو center اللي cancer patients تضم هذول patients غير فين؟ في الملك عبدالله مدينة الملك عبدالله الطبية. فحروح الملك عبد الله وأودي بروبوزل هناك وأقول لهم أبغى الإثيكال أبروفل من عندكم علشان أجمع البيانات من هناك. وتقدر تتواصل معهم بالإيميل أو تروح وتعطوهم الدوكيمنت حقتهم مانيولي. ونسيت أحط لكم إيميلهم صراحة بس إنهم متجاوبين جدا ومتعاونين مرة مرة مرة. الملك عبد الله مكان رائع لعمل الأبحاث صراحة وأنكوريجيو إنكم تسووا بحث هناك لأنه عندهم ريسيرش سنتر عظيم مرة ويخدموكم بكامل بكل احتياجاتكم اللي تحتاجوها هناك. بس عيبهم انه اللي اعرفه انه لازم يكون معاكم سوبرفايزر او دكتور من الملك عبد الله هناك يشتغل ما تكونوا من حالكم ناطين لهم يعني حالكم لا لازم يكون معاكم دكتور سوبرفايزر من الملك عبد الله. كمان في ريسيرش في
IRB approval من قوى الأمن، وفي IRB approval على ما أتوقع واحدة من الاثنين، يا في النور يا في الزاهر، واحدة منهم أتوقع برضو عندهم هناك research center أو IRB approval، تقدر تروح هناك تسألوا وتقدموا عندهم proposalكم. والخيار اللي أنا مرة أحبه صراحة هو الملك، هو جامعتنا، جامعة أم القرى عندنا في لجنة الأخلاقيات، وهذه لأنها مرة متاحة بالنسبة لنا أكثر من غيرها صراحة، وهي سهلة مرة بسرعة تأخذ قبول، وتراها جدا قوية لأنها مدعومة من هذوليك حقونا ملك فهد للعلوم والتقنية وشي زي كذا، هذاك البيج باص الكبير حقهم الأساسي، فهذاك لأنه قاعد يدعم جامعتنا أم القرى، فالإيثيكال أبروفل حق أم القرى قوي، ويتيح لي إني أنا أدور على أي مستشفى من مستشفيات مكة وأجمع منها داتا، بالعكس لو كان عندي إيثيكال أبروفل من الملك عبد الله في الغالب حيستخدم الملك عبد الله. هذا ممكن أنا كلام دكتور إنترنال ميديسن عندنا في الجامعة كذا قال، هو أخذ إيثيكال أبروفل من جامعتنا وجمع داتا من كل مستشفيات مكة براحته بكيفه من مكان ما يبغى، والكل قال له تمام. وسألت قبل كذا إذا نقدر إحنا كطلاب ناخذ الإيثيكال أبروفل بنفسنا ولا لا، أنا قد جربت أخذ الإيثيكال أبروفل من أم القرى مع دكاترة، يعني دكتور هو اللي بنفسه كان يرفع للجامعة وياخذ الإيثيكال أبروفل لنا ويرسل لنا هو، وكان جدا سهالة ترى، ما أخذ 4-5 أيام ويطلع لنا الإيثيكال أبروفل. وأحيانا الكروس سكشن ما تأخذ وقت مرة، لكن الكوهورت ممكن أحيانا تأخذ وقت لأسبوع أسبوع ونص كذا لما ناخذ الإيثيكال أبروفل، بس غالبا ما يرجعوه على طول يقبلوا. في كمان وزارة الصحة ممكن أخذ منها إيثيكال أبروفل طبعا، لكنها شوية معقدة ومرة تأخذ وقت لما تعطي الديسيجن النهائي حقها. المهم إحنا كطلاب ممكن نقدم للإيثيكال أبروفل بنفسنا من الجامعة، بس في واحد من اللجنة الأخلاقيات سألنا قال يفضل إنه لا السوبرفايزر حقكم هو اللي يقدم، ولكن عادي جربوا أنتوا كطلاب تقدموا واللجنة ستقرر. هذا كلامه بالحرف يعني، أنا ما جربت شخصيا، الدكاترة هم اللي كانوا يرفعوا لنا إحنا كجروبس، لكن صراحة it looks interesting وأنا نفسي أجرب إن أنا أرفع بنفسي وأشوف إذا يعطونا approval ترى حيسهل علينا. الدكاترة شوية حين يكونوا ملكعين ومشغولين عننا، فلو إحنا ندير شؤوننا بنفسنا أحسن. المهم الخطوات اللي ممكن تقدموا فيها على لجنة الأخلاقيات كله أونلاين طبعا دائما من زمان، أروح الموقع الكلية وبعدها من هذه الخانة أو أكتبه في السيرش خدمات الطلاب والمنسوبين، وبعدها حتطلع لكم هذه الليست من خدمات الباحثين، اختاروا التقدم للجنة الأخلاقيات الحيوية والطبية. بعدها حيطلع فيه زي السيرفي هنا حنعبي فيه بيانات أساسية. هل الفيديو يفتح عندكم؟ بس كده أنا بمر عليه سريع عشان بس تشوفوا البيانات مبدئية اللي المفروض تعبوها. الفيديو تشوفوا؟ إيه طيب. باين. أوكي حيكون تعبئة البيانات روتينية ترى سهلة جدا، عندنا في الجامعة مو طالبين أشياء كثيرة، هنا أسماء الباحثين وإيميلاتهم وهم من وظيفتهم أرقام جوالاتهم والطلاب وبياناتهم الجامعية. بعدين إيش هتحتاجوا كمان؟ هنا حنعبي الملخص البحثي 250 كلمة فقط، بعدين الأهداف، المقدمة، خطة البحث، المراجع، وهنا في إقرارات على السريع أقر أني أنا صاحب الباحث الرئيس أنا مدري إيش، وبعدين إيش الدوكيمنتس اللي يطلبوها. هذه ثلاثة الأشياء، يطلبوا السيرة الذاتية لكل الباحثين الثلاثة، وهذا غالباً الكل يطلبها ترى، حتى الملك عبد الله مدينة الملك بيطلبوها، وشهادات حضور دورة إلكترونية لأخلاقيات البحوث. هذه في كثير، في أكثر من موقع تحضروا، بس تحضر دورة إلكترونية للأخلاقيات تأخذوا عليها شهادة وبعدين ترفعوا لهم، هي هنا شهادة أخلاقيات، سهلة جداً. وفي سيرة ذاتية مو شرط تكون محترفة ولا رهيبة، هو بس هدفهم إنه يعرفوا هويتك مين، أنت مين، فتكون فيها بياناتك الرئيسية وأنت مين وضعك في الحياة، وإذا في استبيان أو شيء نرفعه هنا. هذه هي البيانات أو الأشياء اللي طالبينها الجامعة. بعد كذا في الجامعة هنا في موقع الجامعة حيجيكم زي التراكينج سيستم كذا، تشوفوا أنتوا في أي مرحلة بالضبط. طيب حايا أمل حقولك على المواقع، هذا في موقعين، واحد منهم أنا عارف إنك تعرفيه وما يشتغل، في واحد تاني صعب بس حرسله إن شاء الله للكل، يطول شوية بس شهادته حلوة، اللي هو حق الملك فهد. طيب التراكينج سيستم حيقولك كذا، يلا أنت في مرحلة التدقيق، تم القبول ولا لسه، وهكذا مرحلة التحكيم، مرحلة اتخاذ القرار، وبعدها غالبا يعطوا على طول القبول، ما يتعبوا صراحة من قرى الله يسعدهم، بالذات في الكروس سيكشن ستديز. وهذه نسخة مثال للإيثيكال أبروفل من جامعتنا، هنا حيكون في النمبر
حق الإيثيكال أبروفل حقي أنا، لأنه حكتبه في المانوسكريبت، أكتبه مكان ما أبغى يعني، أو إذا أحد سألني عليه. وهنا ما يكون فيه أسامي، ترى في الغالب ما يكون فيه أسامي الكو أوترز في الخطاب هذا حق الإيثيكال أبروفل، لكن المهم واللي مقبول للهيئة إنه يكون بس مختم وموقع وعليه اسم الباحث الرئيسي والعنوان، خلاص هذا إثبات يعني. فهو هذا بالضبط المكونات اللي فيه. ونفس الشيء حق الملك عبد الله، حيكون في التايتل وفي اسم الباحث الرئيسي وفي الختم والتوقيع، هذه أهم حاجة خلاص تثبت شغلنا. طبعا البروبوزل هو اللي لازم يكون فيه اسمنا، والورقة الأخيرة اللي هو الخطاب إثبات المشاركة. كذا دي ثلاثة الملفات خلصنا، أخذنا الإيثيكال أبروفل. طيب خلصت على الإيثيكال أبروفل، لو أحد عنده سؤال عنه أو سؤال عن كل اللي راح، ممكن سؤالين كذا على السريع نأخذهم، لو ما في نكمل. إحنا لسه ما بدأنا ترى شغل البروبوزل، بس هو سهالات. طيب خلاص إن شاء الله ما حد عنده سؤال. كلنا عارفين الفرق دحين ما بين البروبوزل والمانوسكريبت. إيوة إثار أسئلة أكيد. تبي تفتحي المايك إثار؟ قلتي فيه ثلاثة أشياء مطلوبة من الهيئة عشان تقبل البحث. الهيئة عندها أربع نقاط على البحث، نقطتين على المشاركة في عمل بحث أو المشاركة في بحث يعني، ونقطتين على نشر بحث سواء كان نفس البحث الأول أو أي بحث ثاني. النقطتين الأولى حقة المشاركة في عمل بحث، سواء كنتي ذاتك كوليكتور، سواء كتبتي شيء، سواء اشتغلتي على أي شيء يثبت إنك أنت شاركتي في عمل بحث، هذا مقبول يعني. بس كيف حتثبتي لهم انت انك شاركتي في عمل بحث؟ بثلاثه ملفات رئيسيه لازم تكون معاكي. واحد، خطاب الإيثيكال أبروفل اللي هو زي هذا، سواء من ام القرى، من مدينه الملك عبد الله، ولا من اي مكان كان، يكون مختوم وموقع وعليه تايتل واسم الباحث الرئيسي والشيء اللي يدل على انه اوكي هو ريليتد لك. هذه الورقه الاولى. الورقه الثانيه البروبوزل حقكم اللي حتكتبوه، اللي هو اليوم حنشوفه مع بعض ان شاء الله. البروبوزل يكون فيه له اسمك ككو انفستيجيتور، ويكون مختم كامل من الإيثيكال أبروفل. وثالث حاجة وآخر حاجة خطاب acknowledgement، يعتبر هو خطاب acknowledgement من الانفستيجيتور حقكم، البرنسبل انفستيجيتور أو الدكتور، بيثبت فيه إنه أيوة الطالبة فلان الفلانية اشتغلت معايا في البحث اللي بالتايتل الفلاني، وكانت شغلتها كذا 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 يعني. مثلا اشتغلت على كتابة البلانز حقة البحث وكتابة البروبوزل وتجميع الداتا مثلا، هذا اللي انت شاركت فيه، لازم يقول شغلك بالضبط إيش كان والتاريخ الفلاني، وعلى ذلك أنا أوقع ويوقع لك ويختم لك. هذا في الملك عبد الله كانوا شويه يدلعونا صراحه. انا لما اشتغلت مع الملك عبد الله كانوا هم الريسيرش سنتر اكتبوا لي هذا الخطاب جاهز ويختموا كمان من عندهم، خطاب يعني مختم من نفس الريسيرش سنتر هناك. وبعدها انا اخذ هذا الخطاب واروح للدكتور حقي او الدكتوره حقتي واقول لها ممكن توقع عليه وتختمي، هي تقرا وتوقع عليه وتختمه، صار عندي ختمين على الورقه هذه، فهي مره مره خلاص 100% موثوقه. بس قبل سنتين ثلاثة أربع سنوات كذا في أخوي اللي أكبر مني ما أحتاج هذا، ما كان مع الملك عبد الله، فأحتاج هذه الورقة. إيش سوى؟ كتب هو بنفسه، فتح اللاب كتب بنفسه خطاب بالكمبيوتر باسم الدكتور، to whom it may concern، هذا الخطاب يثبت إنه الطالب فلان الفلاني اشتغل معايا أنا الدكتور فلان الفلاني، وكتب شغلته بالضبط والشيء اللي هو يبغاه بالضبط، ويحط اسم الدكتور وبياناته الشخصية وإيميله ورقمه وكل حاجة. وبعد كذا راح للدكتور قال له دكتور ممكن توقع لي وتختم لي على هذه الورقة لأنها مطلوبة للهيئة. هو كتبها بنفسه ليش؟ لأنه الدكتور ترى ما تضمن إنه يكتب لك بالضبط كل البيانات المطلوبة اللي أنت تبغيها. جاوبتك تمام. خلاص إحنا عارفين البروبوزل هي الخطة المبدئية، الداتا كولكشن بس تعتبر مشاركة. هذا موضوع مرة شايد تعبني مرة كثير. الداتا كولكشن انا الين قريب وانا اشوف الداتا كولكشن ما هو خطاب ما يعتبر مشاركه، ما يعتبر شيء يخليني اخذ نقطتين البحث، ولكن في ناس سووها وزبطت معاهم. تزبط معاكي كيف؟ اذا انت ضمنتي دي ثلاث الاوراق، اذا ضمنتي البروبوزل يكون مكتوب فيه اسمك كداتا كولكتور، يكون مكتوب فلانه فلانيه اشتغلت معانا كداتا كولكتور في البروبوزل من بدري، من قبل ما ياخذوا الإيثيكال أبروفل تكون انت معاهم تقولي لهم يا كونفستيتورز انا ابغى اكون معاكم داتا كوليكتور. إذا قدرت تسوي هذا الشيء من بدري واسمك كان مكتوب في البروبوزل، خلاص ممتاز، والبروبوزل مختوم وفي اسمك ومدعوم، خلاص انتهينا. وطبعا الخطاب حق المشاركة
حتاخذيه كذاته كوليكتور، والإيثيكال أبروفل سهل الكل حياخذه لأنه هم أخذوا الكون انفستيجيتورز فهتاخذيه معهم. فهو بس هذه نقطة البروبوزل، إذا ضبطيها وقدرت تحطي اسمك فيه وتقولي حطوا اسمي يا كون انفستيجيتورز معاكم، انتهينا. بسم الله خلاص هتاخذيها، تعتبر مشاركة بحثية وتاخذي نقطتين الهيئة. وفي صير في العادة، في العادة أنا ميت أساسا حاجة للداتا كوليكتورز وأقول لهم تعالوا ساعدوني في بحثي مثلا أنا كباحث، أنا بعد ما أكون خلاص أخذت الإيثيكال أبروفل والبروبوزل خلاص عندي صار جاهز، ما حقدر أعيده ولا أضيف اسمك وارجع أختم من جديد منهم. فعشان كذا أحيانا ما تزبط هرجة الداتا كوليكتورز بسبب هذا الشيء، إنه يجوا متأخر أساسا، يجوا بعد ما أخذت الإيثيكال أبروفل والبروبوزل حقي اعتمد وتختم. تمام يا مروة؟ تمام. طيب أتوقع هذا آخر حاجة خلاص قبل ما نخش على الكومبوننت الرسمية للبروبوزل. هدفي هنا ما حقول لكم التايبس بشكل عام لأنها ترى مو ضرورية، بس هي بايولوجيك على حسب الاستدي نفسي حق نفسها، هذه هي استدي حقتي إيش. إذا كانت الاستدي حقتي مثلاً RCT استدي، فأنا بالتالي في أجزاء مرة لازم أشبعها بالكامل في البروبوزل اللي هي إيش بالذات. في كثير ethical issues لازم تكون مضمنة ومكتوبة بالتفصيل الممل لأنها RCT study، لأني بعرض المريض لشيء سواء دواء radiation endoscopy أيا كان. ففي كثير ethical issues لازم أنا أضبطها. ومرة بالمناسبة تطول الـ RCT studies في القبول الـ ethical approval، مرة تطول ويقولوا لكم معلش حنطول ما حنعطيكم الـ ethical approval لأنكم RCT. أنا ما غير طور واحد زي cross sectional study، بس أقول ما في أي معلومات خاصة حتأخذ من الـ participants ولا حيفصح عنها، شكرا بس يكفي. فشوية أنا أقدر ألعب في البروبوزل وفي أجزاء حقته وفي إيش الشيء المهم وإيش الشيء اللي مو مهم وأكتبه براحتي. فهو ما هو حاجة fixed، لكن بكيف كل واحد بكيفه يلعب فيه. لكن مبدئيا لأننا students فغالبا عشان نسهل على نفسنا نعتمد على templates. تقدر تسوي سكان لهذا الباركود وحتلاقوا فيه تمبلتس مرة رهيبة وخلاص تساعدنا إحنا كطلاب عشان ما نكتب من رأسنا شيء. حاطين كل الأجزاء اللي لازم تتغطى فيه البروبوزل. في تمبلت هنا في الباركود، في تمبلت من الملك عبد الله وهذا مرة أحبه وهذا اللي أنا أعتمده دائما، وهذا اللي حتلاحظ إنه هو أكتر شيء هنا أساسا مغطى في الماتيريالز. وفي تمبلت تاني مسويته جامعة أم القرى، وحتلاقوا تمبلت من الحرس، كلها واحد وكلها ما تفرق، وعادي تاخذوا تمبلت اي احد وترسلوه لاي احد. يعني انا استخدم تمبلت الملك عبد الله وارسله لجامعتنا ويقبلوا عادي، ما تفرق، هو مو فيكس يعني تمبلت احد لازم له، لا عادي بكيفكم اي تمبلت ترسلوه لاي احد وينقبل يعني. والتمبلت حق الحرس مره تحبه جامعتنا ترى، برضو شفتوا حتى في الماتيريالز حقت باجابر كانت حطته وافتكر. ف عادي شوفوا التمبلت اللي يريحكم واستخدموه. وهذا التمبلت برضو ما هو قرآن، يعني إذا في أجزاء أنت شفتوها من جد ما هي خادمة بحثكم وما لها داعي تقدروا تمسحوها. إذا حسيتوا في شيء كان مهم توضحوه وما وضحتوه تقدروا تزيدوا. هو تمبلت عام عادي يتغير ويتضبط بالشكل اللي تشوفوه مناسب. لكن إحنا حنغطي هنا الكلاسيكال بروبوزل إيش مكوناته. هنا دحين دخلنا خلاص في الجد المكونات العامة للبروبوزل اللي برضو ممكن أمسح فيها شيء وأضيف فيها شيء بشكل عام هي 10 including the cover page، وحمر على كل واحدة دحين ونقول إيش الأشياء المهمة فيها. cover page the introduction objectives the methodology study duration وال outcomes statistical plans وال ethical part وال publication وال attachment وال references. حمر على كل واحدة ونشوف الأمور فيها، بس ترى بشكل عام الأمور سهلة والبروبوزل مره ما يتعب في الكتابه ترى، بالذات انه في تمبلت جاهز عندكم. اللهم بس تكتبوا في كل جزء من الاجزاء هذه اللي في التمبلت ايش اللي لازم تسووه، واول مره ممكن ياخذ وقت، بعدها حتلاحظوا ترى البروبوزل يتكرر في كل بحث جديد تسووه غالبا اذا كانت كروس سكشنال ستديز مثلا. انا عندي 3 كروس سكشنال بسويها مثلا، احكرر نفس المعلومات تقريبا والافكار والايثيكال بارت والانكلوجن اكسكلوجن كرايتيريا وحساب الداتا، غالبا ترى حيتكرر. هو اول مره ممكن يتعب بس بعد كذا يصير مره سهل. اللي تعب الجزء الوحيد اللي تعب وياخذ وقت كتابة الانترودكشن، لأنها دحين حنشوف كيف، لأني حقعد أسوي إعادة صياغة للكلام وحقرة كويس وحظبط الكومبوننت كويس، فهو اللي حياخذ مني وقت. أما البروبوزل ترى ما ياخذ ساعة بذات، يعني حيصير ما ياخذ ساعة في المرة الثانية إن شاء الله، أول مرة لا حياخذ وقت،
بس من تاني مرة خلاص. أنا أتذكر أو أتذكر أول بروبوزل كتبته أخذ يوم أو يوم ونص وإحنا نعدل فيه. هذا كان العام اللي قبل الماضي. اليوم والله ما أخذ نص ساعة وخلاص خلص البروبوزل، لأنه خلاص أنت تعرضت لأفكار منوعة والكلام تقريبا متشابه وحتكرره نفسه. وبالمناسبة ترى دوبي استوعب إن أنا ما عرفت عن نفسي، عادي أعرف عن نفسي دحين. أنا مروج المغربي، زميلتكم من دفعة سنة خامس. وأنا ليش أساساً قاعد أتكلم هنا معاكم، أو على أساس قاعد أعرفكم بالبروبوزل وكتابته؟ ما عندي خبرة طبعاً كبيرة في الأبحاث، من سنتين بدأت أشتغل على أبحاث، وبدأت بالمدرسة البحثية تبع الملك عبد الله، وهذه كانت البوش الكبيرة صراحة في الحياة اللي خلتني مرة تنور كويس للأمور. ومن هذا المنصة أنا مرة I encourage you إنه اللي يحب يفهم الريسيرش زي الناس، الله خليكم خشوا مدرسة بحثية، لأنها كانت مرة 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 شيء فرق. دخلت بعقل غير وخرجت بعقل غير حرفيا. وما فاتت يعني ما فاتت الوقت، يمديكم أي سنة تخشوا المدرسة البحثية، وكل ما كبرتوا أساسا بالعكس حيكون أفضل تخشوا مدرسة بحثية وتنقبلوا أسرع يعني. وبعد المدرسة البحثية كانت هي البوابة صراحة اللي خلتني أخش على الأبحاث. بعدها الواحد صار ياخذ experiences أبحاث، وهذا الشيء اللي فعلا هو السورس اللي ترى يغير من الاكسبيرينس حقتكم من ليفل لليفل تاني. التجارب اللي على ارض الواقع مره تعلم كويس. فما حقول لكم كم عدد الابحاث اللي اشتغلت عليها، صراحه هي مره كثير، بس مو المهم العدد، هو المهم التنوع. اشتغلت على كوهورت وكوهورت ستديز وكروس سكشنال وار سي تيز ريفيو ارتكلز وسيستماتيك ريفيو. وهذا التنوع الكبير يخلي الواحد مداركه مره تتوسع ويشوف ناس مره كثير ويتعلم. وانا عارفه لسه انه اوكي ام نوت ذا بيست وماني أفضل شخص، لكن أتوقع إن شاء الله من هذه الإكسبيرينسز البسيطة اللي عندي ممكن أفيدكم. وإذا أحد عنده شيء إضافي غير اللي أنا عندي بليز يعني توك، عشان كلنا نستفيد من بعض يعني. ما مو بحاول أتفشخر، بس بقول لكم ترى شكراً والله شكراً على الدعم. بس بقول لكم أنا مين، ترى أنا شخص جيد متواضع وخبرتي بس سنتين. طيب خلاص بسم الله، الحين نبدأ البروبوزل رايتينج. هنبدأ بيج 4 أشياء لا تزودوها، يكفي 4 أشياء رئيسية. التايتل بيج أو الريس أو الكويشن يعني الريسيرش كويشن حقي، والفيرجن نمبر دحين أقول لكم إيش هو، والبرنسيبل إنفستيجيتور أو الدكتور تبعكم، وآخر حاجة الكو إنفستيجيتورز اللي هم إحنا الستودنتس. والله شكرا شكرا يا جماعة اللي تدعموني، شكرا على التعزيز. طيب نشوف الكفر بيج، هذا مثال على شكل كفر بيج مرة بيسك وجدا ما في له تعقيد، لا تحطوا فيه له تعب ولا شغل. سادة بس التايتل هنا، والفيرجن نمبر دحين اقول ايش، والبرنسبل انفستيجيتور اسم الدكتور تبعكم، وانتو الستودنتس الكونفستيجيتورز. الفيرجن نمبر ممكن تحطوها هنا اختياري بكيفكم، ما تبوا عادي. وهنا النمبر اوف بيجز برضو اختياري. الفيرجن نمبر هو ايش؟ هو هذه النسخة الاولى. انا فتحت اللاب مثلا اليوم وناوي اكتب بروبوزل، هفتح اللاب وابدا اكتب الفيرجن 1 وابدأ أكتب البروبوزل. قاعدة واحدة وكتبت البروبوزل وخلصت قفلته والحمد لله انتهيت وخلصنا كل حاجة وأرسلته للإثيكال أبروفل. إذا ما قبلته أو قبلته عليه تعديلات شوية ورجعت لي هو عشان أعدله الإثيك حقون البايو ميديكال إثيكس، لو رجعوا لي هو قال عدلي هذه تعديلات وهاتي مرة تانية هعدله. لما أعدله إيش حسوي؟ حشيل رقم 1 طبعا، هذه فيرجن 2 صارت، وحرسل لهم مرة تانية فيرجن 2. وبعدين إذا قبلوها خلاص تمام. يصير حتى في الإثيكال أبروفل ترى يكون مكتوب النمبر أوف فيرجن لو لاحظتوا، مهم ما أعرف ليش هو مهم صراحة، بس يكون مكتوب إنه قبلت في أي فيرجن هذا المانوسكريبت، مو مانوسكريبت بسم الله، هذا البروبوزل. فهذا الفيرجن فيرجن نمبر 1 يعني قبلت فيرجن نمبر 1. مهم أتوقع لأنه ممكن تنوع النسخ ومدري إيش ويسوي كذا مشاكل، فمهم كل نسخة كلها اسم. عشان كذا أنتوا النسخة الأولى اللي بتكتبوها خلاص هذا فيرجن نمبر 1 وخلاص كذا هذا cover page. بعد كذا حنخش على أطول شيء ياخذ وقت صراحة في البروبوزل، هو كتابة الانترودكشن اللي هي الباكجراوند عن الموضوع والراشونال. باختصار شديد أول ما تخططوا تكتبوا introduction proposal ركزوا على هذه 5 أجزاء، هي أهم حاجة. أو هي 3 أجزاء صراحة رئيسية، بس خلينا نقول هذه 5. طيب أول جزء حبدأ طبعا بالبحث، أكبر موضوع هو اللي حبدأ أتكلم فيه. يعني لو مثلا هذا ناخد هذا التايتل مثال، لو أنا التايتل حقي والله COVID-19 أبشوف البنفيتس ودروباكس حقة الكوارنتين،
حق كوفيد 19 ايش اكبر موضوع هنا اتكلم عنه؟ ايش اوسع جزء المفروض ابدا به له الانترودكشن؟ اكتبوا لي. كوفيد 19 صح بالضبط بالضبط غيث رائد. حبدا بكوفيد 19 هو اوسع حاجه حبدا فيها. والله حقول كوفيد 19 هذا نيو بانديميك اللي بدات من تشاينا عام في مدري كم 2019 وبس معلومات عامه ورئيسيه عنها. وبعدين ابدا شويه اخش على انه هذا كوفيد 19 تبعتها بعض الايشوز اللي سوت ليميتيشن للناس عشان ما ينتشر الفيروس انكلودينج كذا وكذا وكذا ومن ضمنها الكوارنتين. بدأت شوية أخش على الكوارنتين سوى وسوى وسوى الكوارنتين إيش هو وكيف كان وا بعدين شوية أخش على إنه إيش كان الإمباكت حقه وإيش منافعه وإيش مضار. شوية أنا قاعدة أقول إيوة طبعاً في شيء مهم إنه حاولوا تحطوا قد إيش هي بروبلم حقيقية وكبيرة. أحلى حاجة النمبرز طبعاً النمبرز هي تبين كبر المشكلة. فوالله كوفيد 19 قد إيش هو كم عدد الوفيات وكم عدد الإصابات وقد إيش الانكريزينج ريت حقه. هذه الأرقام كلها تبين قد إيش هي بروبلم حقيقية. وبعدها أقول عشان أقول الإمباكت أو الإمبورتنس أو الفاليوم هذا يبان في السكند توبيك غالبا طبعا مو في البرود توبيك اللي هو إيش اللي أنا عندي كوارنتين مثلا حجر الناس وماني عارفة إيش والتبعات اللي تبعت الحجر هذه سوت نتائج معينة. خلينا نفترض أبى أخلي بحثي سايكولوجي شوية السايكولوجيكال امباكت هذه سواء كانت إيجابية ولا سلبية قد إيش هي مهمة وقد إيش لها فوليوم قد إيش هي امبورتنت قد إيش أثرت على الناس. هذا برضو مرة مهم إن أنا أصيغه في الـ لأنه يبين إنه أنا عندي فوليوم كبير إنه في تبعات كبيرة قاعدة تصير للموضوع. بعد كذا خلاص أنا خلصت أجزاء اللي فيها كلام نظري حخش على جزء مهم جدا يكون مكتوب في الانترودكشن اللي هو البريفيوس ستدي. حمر على السريع أشوف الدراسات الماضية إيش سوت إيش غطت عن نفس موضوعي أو نفس خطتي. والله في دراسة صارت في تشاين إيش أعلق عنها مو كلام كثير بس أقول في دراسة صارت للأوثر الفلاني أو في المدينة الفلانية أو أيا كان بس أعرفها باسمها. يعني أقول في المدينة الفلانية في السنة الفلانية صارت دراسة وطلعوا بنتيجة كذا كذا وفي دراسة ثانية صارت في مدينة ثانية وطلعت بنتيجة كذا كذا. ممكن أجمع هنا طبعا لي الحرية على حسب موضوعي هو فيه مغطى عنه أشياء كثيرة ولا قليل. مغطى عنه أشياء كثير فحاول أخذ شوية 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 من كل الآراء المختلفة. إذا والله لا هم يعني كلهم تقريبا ماشي في نفس الآراء وهي أساسا مرة بحث قليل اللي صارت عن الموضوع زي كوفيد 19 وهذا مدري إيش دحين لسه جديد شوية وغالبا ما في تضارب كبير في الأفكار عن هذا الموضوع بالذات حق بحثنا. فحقول إنه والله في دراسات مرة كثيرة صارت وممكن أمنشنها. في دراسات صارت في أمريكا وفي تشاينا وفي مدري فين ومنشنها كلها وكلهم استنتجوا إنه كذا كذا صار. فأجمعهم كلهم بنتيجتهم في جملتين كذا فاهمين يعني لهم كلهم في مكان واحد وما أفصلهم لأنه خلاص ما يحتاج أقول أفصل فيهم وأحط الريفرنسز حقتهم كلهم. كذا غطيت بشكل عام الموضوع كامل. أو ممكن أخليها التقسيم أخليها locally وinternationally بكافي previous study بكافي أعرضها بحسب ما تطلبه بحسب ما يطلب الموضوع. صراحة موضوع هو اللي يحكمني أحيانا في طريقة عرضه لل previous study. How many studies should I include بكافك ما يا ثامر بكافك ما في عدد معين صراحة هو بحسب إيش متوفر. إذا كان مرة متوفر قليل فأنت غصبا عنك تحط بس كم دراسة. هو هدفنا مو العدد قد ما هدفنا إنه إحنا غطينا الفكرة. أهم شيء تغطي كل اللي موجود في الليتريتشر بسرعة. إذا والله في أفكار متضاربة عن موضوع معين الناس يقولوا الدواء الفلاني سيف والدواء الفلاني مو سيف مثلاً فأنت بس هدفك تقول والله في دراسات ثلاثة أربعة كذا قالت الدواء سيف في دراستين قالت الدواء مو سيف خلاص يكفي. إن شاء الله دراسة واحدة قالت سيف دراسة واحدة قالت مو سيف يكفي بكيفك. أهم شيء تعرض الأفكار كلها تغطي هذا الجانب اللي صار في الليتريتشر مو بعد الدراسات قد أهمية إن أنت غطيت الفكرة بس وما ما ما, ما نقصت شيء. بعد كذا نيجي للقاب خاص قلت الدراسات السابقة. طب أنا إيش هغطي إيش اللي ما غطته هذه الدراسات السابقة وأنا جاي أغطي. هنا الجاب تتنوع ممكن تكون الجاب حقتي على طول ستيت أو ستيت البروبلم حقتي إنه والله ما في ستديز صارت regarding هذا الموضوع اللي أنا مختاره أو أوكي صارت بس ما صارت locally أو ما صارت في البلد اللي أنا فيه فأنا محتاج أشوف إذا إحنا نختلف عن باقي الناس ولا لا. وهذا صراحة كتير إحنا نسويها عشان خلاص شارع سهل. والله نو سيريز صارت في السعودية أو في مكة
وهذا في الغالب دائما حيكون ترقاب جيدة، لأنه في الغالب فعلا كثير دراسات ما صارت في مكة بالذات أو في السعودية بشكل عام أو في الغربية، فإحنا من جد عندنا lack of knowledge. فهذا واحد. رقم اثنين، ممكن تكون الجاب إنه والله I will cover limitations صارت في studies ماضية. والله أوكي بحثي صار في السعودية، أوكي يمكن صار في مكة كمان، بس كانت عندهم limitations كذا قوية حلوة أنا ممكن أقدر أغطيها، فحقول أوكي صارت الدراسات هذه في السعودية وحعرضها في previous study كمان، وحقول إنه أنا الجاب حقتي إن أنا حغطي limitations اللي هم ذكروها في دراستهم، أو حجمع كل limitations اللي صارت هناك وغطيها. هذا اثنين. رقم ثلاثة، ممكن نغطي إيش الريكومنديشنز أحيانا، مو دائما، هو الليميتيشنز غالبا كل الدراسات تذكرها، بس الريكومنديشنز أحيانا بعض الدراسات لما تسوي بحثها وتخلص تلاحظ إنه أوه في شيء فاتني يا ريتنا سويناه وما سويناه، خلاص خلينا نكتب في الريكومنديشن، فيقول إنه ريكومند أور أذر ستديز إنه تسوي شيء فلاني غيرنا من ناحية كذا كذا لأنه شكله حيطلع نتيجة. هذه الدراسات الكومبليكيتد بالذات تحط ريكومنديشنز قوية، فتجوا انتوا في الجاب حقتكم انه انا حغطي الريكومنديشن اللي ما صار لدراسة ماضية رشحته يعني انه احنا نسويه، فانا احنا جايين نسوي. اخر حاجة في بالي، ممكن في حاجات اكثر من كذا جاب، بس اخر حاجة ممكن نعتبرها جاب based on a funded project، اللي هو زي ما قلنا في البداية، زمان لو فاكرين، وأنا ما ذكرت هذاك الشيء في البداية إلا عشان أذكره دحين. قلنا إنه أساساً في البداية لما كتبنا proposal وما أدري إيش، عشان في funded ناس قاعدين يمولوني وقاعد أسوي هذا البحث على هذا الأساس، ومشيت ودحين قاعد أكتب introduction proposal، فأنا ممكن أقول الجاب حقتي إني أنا بس ناوي أسوي شيء طلبوه مني، هو هذا يعتبر جاب. في ناس في نقص معلومات وفي ناس محتاجين أحد يسوي بحث، وأنا جاي أسوي هذا project based on funded research يعني. بعد كذا أختم الانترودكشن دائما وأبدا بالaim of the study بشكل واضح وصريح، this study aims to، وأقول الشيء اللي أنا أبغاه أو the authors aim to، وخلاص that's it، كذا خلصنا الانترودكشن. بس مراجعة سريعة، هي بشكل عام ثلاثة أجزاء رئيسية، واحد background، اثنين previous studies، ثلاثة gap and aim، هي هذا بشكل عام الثلاثة الأجزاء الرئيسية. والتفصيل الباكراوند انه هو يكون البروبلم الكبيرة، بعدين اهميتها، اهمية البروبلم هذه، ونبدأها بشكل عام، بعدين نبدأ بشكل خاص، نبدأ بأوسع شيء، بعدين لأضيق شيء. وبالنسبة لي قد ايش انا حاقعد اطول في الانترودكشن، يعني كم حاخذ بكيفنا. يفضل انه الانترودكشن ما تتجاوز صفحة واحدة، هو مو كلام دقيق بس كذا قريت مرة في واحدة من الابحاث اللي نشروها في ببميد يقولوا لا تطولها اكثر من صفحة، صفحة يعني خطك فيها 12 في الوورد خلاص يكفي، لأنه مو مفروض تكون أطول شيء الانترودكشن. طيب فارس يقول الجاب هي الهايبوثيسز اللي فكرت فيها ولا تفرق؟ أيوة الجاب ممكن، أو مو الجاب، مو الهايبوثيسز، لا هو الهايبوثيسز أنا نظريتي عن الموضوع كأنها objectives، إحنا ناويين نشوف هل هذه الهايبوثيسز تزبط. أنا أعتبرها كأنها objective، بس أنت ممكن تصيغها كجاب يصير ايوه برضو يزبط، انه انا من خلال ملاحظتك هذا تسميها، يعني انه انا عندي ملاحظه معينه شفتها على ارض الواقع ماني عارف هي صح ولا لا وما صارت في الليتريتشر، فانا هنا اسويها. فاهم فارس؟ هي كانها شيء ما صار في الليتريتشر وانا ناوي اشوفه، او بيزد اون حاجه انا لاحظتها وافترضت عليها على هذا الاساس شيء فرضيه معينه وناوي اشوفها، يصير جاب. بس هو مينلي هايبوثيسيس ترى ريليتد تو اوبجكتيف اكثر شيء. الحين حنشوفه. رايد يقول إذا موضوع بحثي عن مرض غير منتشر بشكل كبير مرة، مثلا كيف ممكن أوضح الإمباكت and importance؟ طيب إذا كان بحثك ما هو معروف مرة كثير ونادر ومدري إيش، أنت يكفي بس إنك أنت تقول والله ترى هو فلسفة شوي، أنا صارت لي هذا الشيء في مرة من المرات بدأت دحين مع كوفيد، ترى في شيء نادر ما تغطت كثير، بس يكفي إنك أنت تقول وعينا عنها ومعرفتنا لها حيساعدنا في الشيء اللي هم أساساً ناقصين فيه. يعني مثلاً إذا هذا الشيء النادر هم لسه مو عارفين العلاج زي الناس، مو عارفين إذا يجي بكمبليكيشن نادرة مثلاً، مو عارفين البروغنوسيس هو كويس ولا سيء، إذا في شيء ناقص أساساً برضو في هذا الموضوع حيكون مرة حلو إنك أنت تقول أنا بدي أعرف المعلومة X عشان ممكن توصل لنا المعلومة Y اللي هو معروف إنها لسه مو معروفة برضو. فاهم؟ هذا الشيء أنا قد سويته صراحة يعني، وكان مرة جيد. ممكن تلاقي انت حلول بديله فلسفيه، بس انه هذا المعلومات مره مهمه وزياده النولج مره واسعه عشان توسع مدارك للعلماء والعلم والمدري ايش، عادي تتفلسف زي كذا برضو.
it's fine في الانترودكشن ايوه خذ راحتك بس لا تطول يعني كثير ما لا اخلي الانترودكشن على طول كده تو ذا بوينت صراحه وترى الامبورتنس والفلسفه هذه شويه الفلسفه بذاتني اجلها تحت هنا جنب الايم مع الايم صراحه احس الامباكت هنا يكون لا ارقام اكثر شيء امباكت فعلي صراحه اتراجع عن كلامي اول تقول انه ممكن عدم معرفتنا لهذا الشيء اثر على انه الناس نفسهم صاروا يصير لهم شيء فلاني واحنا مو عارفين نسوي لهم مانجمنت كويس او صارت في حالات قديش هو فيتل مثلا اذا هو نادر وكذا في حالات بتموت مثلا بسبب انه احنا مو عارفين نعالجهم يفضل تربطها بالارقام صراحه هذا اللي انا افضله تخيل الفلسفه تحت في الايم ايوه حلو بس في الامباكت والفوليوم بارقام او بامباكت او بقله وعي قديش هو الوعي ناقص والمهم زي ما قلنا الانتروداكشن تكون صفحة واحدة وطبعاً لازم 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 أي معلومات حناخذها بذات في جزئية الباكراوند حتكون كلها معلومات مو من كيسي كلها حتكون معلومات أخذتها من الليتريتشر فما حنسخها وصيقها حسوي لها بارافريزنج وحغير من أسلوبها فأكثر الأشياء اللي مرة رهيبة في إنها تغير الأسلوب هذا الموقع هذا أونلاين ما أعرف إذا هو في أب ولا لا بس أنا أستخدم كذا براوزر يعني أونلاين فري أستخدمه فري وممكن في اشتراكات عنده إذا تبغى يعني أشياء زيادة بس إنه فري ماشي الحال ومرة رهيب كمان مرة أنصحكم كلكم تجربوه تحطوا الجمل اللي أنتوا اخترتوها ويسوي لكم بارافريزنج ومو بس سوى بارافريزنج وغير الكلمات وترتيبها وكذا كمان يحط لك كل كلمة تضغط عليها يطلع لك مرادفاتها فهو يريحك من ناحية إن أنت بدل ما تدور المرادفات خلاص هو يطلع لك كل المرادفات حقت كل الكلمات في نفس الوقت وأنت اختار اللي يناسبك وعدل عليها ورتبها وزي كذا ترى هذه مو أفضل طريقة للبارافريزنج البارافريزنج البروفيشنال اللي صراحة إحنا ستودنتس ما نسويه أنا دائما أستخدم ذا البرنامج عشان سريع سريع وأرتب أحيانا شوية يكلج البرنامج مو دائما ترى غالبا البرنامج كويس شوية يكلج فأعدل عليه لكن المفروض بروفيشنالي إنه الواحد يقعد يقرأ 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 في الليتريتشر كل شيء بعدين يقفل يفتح وورد فاضي ويقعد يكتب من أسلوبه بفهمه كل الأشياء المهمة واللي لها فوليوم كذا ومرة في مسار بحثه يكتبها وبعدين يرجع يشوف فين الأجزاء اللي كانت معلومات مو من راسه ويدور الريفرنس حقه ويحطها من خلال ما قرأ يعني كذا أنت من جد قاعد تكتب من راسك وكذا من جد تسوي بارافريزنج 100% بس إحنا أنا عن نفسي بالذات سنتنس باي سنتنس أو باراجراف باي باراجراف أسوي له بارافريزنج علشان كذا يعني على قدي وهذا أحسه أسهل صراحة وبرضو أسهل ترى طيب خلصنا من الانترودكشن أول جزئية رسمية في البروبوزل دحين وصلنا لثالث شيء من عاشر جزء اللي هو الأوبجكتيف والهيبوثيسيس هنا زي ما قال لنا أول الهيبوثيسيس فارس هنا الهيبوثيسيس تبان وضوحها أكبر الهيبوثيسيس أو الأوبجكتيف إيش فكرتي منه أنا خلاص دحين كتبت الانترودكشن وخلصت في صفحة أروح الصفحة اللي بعدها حقة البروبوزل حبدأ أكتب الأهداف من دراستي طبعاً حتلاحظوا ان انا انهيت الانترودكشن بالايم الايم هذا مره شيء برود كذا دراستي بشكل عام تهدف الى شيء عام كانه تايتل ليترالي يقولوا الايم كانه تايتل شيء مره عام مره واسع بعيد المدى ما حوصل حتى فيه قريب كذا هدف كبير وحنمر على حنشوف الفرق بين الايم والاوبجكتيفز وهذا كل الاشياء بعد شوي ثواني بس انا بالنسبه للاوبجكتيفز نفسها خلاص انا خلصت من الايم اللي هي مرة برود حروح الجزء اللي بعده objectives على طول اللي هي تفاصيل الايم اللي أنا انهيت بير الانترودكشن لما نخش على objectives أنا حيكون عندي نوعين في primary objective اللي هو الشيء الكبير والرئيسي والمهم واللي لازم أغطيه في دراستي ودراستي ما راح تكون لها داعي إذا أنا خلصته وما سويت primary objective لازم أسويه وفي حاجة اسمها secondary objectives هذه كيفي والله سويتها وزبطت معاي زبطت ما زبطت يعني ماني مضطرة أن أنا أسويها وما هي الأساس لكن البرايمري هو برايمري من اسمه سكندري اسمها حاجات إكسترا من اسمها سويتها ما سويتها it's fine إذا ما طلعتها قصدي في دراستي it's fine خلينا نشوف أمثلة لو تبغوا عشان نفهم الموضوع أنا حاسة مو شرحت لكم هو كويس صح ماني فاكرة إذا في شيء هنا في إكسرسايز بس قبل خليني أقول لكم في حاجتين بعلق عليها دائما الأوبجكتيفز كيف أكتبها لازم تكون noun ما هي verb أو action verbs بالأصح تكون to compare to express to evaluate لازم أخلي الأوبجكتيفز بهذا الصيغة وهذا الباركود لو سويتوا له سكان حتلاقوا فيه له حاجة مرة رهيبة صراحة
يعطيكم action verbs كذا اختيارات يعني تزبطكم. لو أنا مثلا بدي أبا action verb لحاجة بدرس فيها knowledge، هو يعطيني كل المصطلحات المناسبة، يساعدني بالمصطلحات اللي تناسب knowledge. لو حاجة intervention يعطيني المصطلحات اللي تناسب intervention كذا. إيش هو؟ أشوفه شيكوا عليه، يعطيكم بس كذا شوية يعني إيش يسموها، يعني بس مصطلحات عشان تكتبوها. المهم primary objective لازم، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية primary objective لازم يكون واحدة نقطة فقط وبس. السكندري ممكن تكون نقطتين ثلاثة أربعة إلى آخره، قد ما أبغى بكيفي. عشان نفرق كويس بين primary والobjective، مو بسم الله، أيوة primary objective والsecondary objective. هنا في مثال، هذه دراسة تقول لك التايتل حقها إيش؟ A study to assess the effect of internet usage of behavior pattern among undergraduate students from Mecca City. طلع لكم الجواب اللي تفكروا فيه، لو ماني عارفة الصراحة، بس أفضل أن أطلع الجواب لأني أصلا ما أحس شرحت الموضوع كويس بدون ما ألخبطكم. شوفوا لاحظوا، هتلاحظوا primary objective أو general objective تسمى مرة مشابه لنفس الصيغة والأسلوب والطريقة، وما فادني شيء صراحة. هو الهدف كذا، الأيم ما بيفيدني بشيء إكسترا. أنا في التايتل أبى أشوف الأساس الإنترنت يوسج والبيهيفير حق يوسج الإنترنت among undergraduate students، والأيم أنهيت فيه دراستي برضو قلت نفس الشيء، حاشوف إن شاء الله الإنترنت يوسج والبيهيفير على الأندرغراديوات students بالضبط نفس الشيء. اللهم إنه أنا في التايتل حقي ممكن شوية أخليه برود بزيادة، وفي البرايمري أوبجكتيف لا شوية إيش قاعد أقول؟ إن شاء الله صحيح، أنتوا فاهمين معايا؟ المهم ممكن هنا أضيف شوية في البرايمري أوبجكتيف تفصيل مهم، وهو يكون لمين بالضبط. هذا تفصيل شوية حلو إذا حطيته في البرايمري أوبجكتيف. بالنسبة للسكندري هنا راح يبان الفرق. في السكندري أوبجكتيف هي حاجات تانية كذا على جنب، هو هذا الأساس حقي أنا حغطيه. دقيقة، أنتوا سمعيني؟ لأنه الإنترنت يقول لي غير مشبوك. سامعيني؟ طيب أوكي. المهم في البرايمري أوبجكتيف العام اللي أنا بغطي فيه الفكرة بشكل عام، قلت والله أوكي to assess the effect of internet usage حلو، وممكن أضيف عليها the population كم إكسترا معلومة. هذا هو الأساس اللي خلاص دراستي حتغطيها. لما نروح للسكندري حتلاقوا حاجات تانية ممكن تكون شوية related، ممكن ما هي related للدراسة، وحتلاحظوا أني أنا فعلا ماني ملزومة فيها، لدرجة أنه هي حتى في عنواني ولا أساس دراستي مو مكتوبة. زي to correlate the level of internet usage behavior to assess the findings selected إيش العلاقة بينها وبين demographic data. أنا بكيفي والله إذا بدي أشوف demographic data هل لها علاقة بال usage of internet، بكيفي. إذا ما بدي أشوف العلاقة بكيفي برضو. ما هو الأساس؟ أنا أساسي إن assess the effect of internet usage على behavior حقتهم. طيب إذا مو فاهمين برضو ما في مشكلة، لأني دحين راح أقول هنا كلام الزبد خلاص من جد. الأيم زي ما قلنا هو الهدف العام للدراسة بعيد المدى، شيء مرة واسع نهاية الانترو، ويكون similar to the title. خليني أقول لكم مثال زي إيش. زي مثلا أنا ناوية أنحف، هذا مرة شيء واسع. طيب ناوية تنحفي مرة هدف بعيد المدى ومرة واسع وما فيه تفاصيل وكذا عايم شوية، بس أنا عرفت أنت فين رايحة، رايحة الاتجاه أنك تنحفي، بس عام ما زال عام لسه واسع. فنجي للأوبجكتيفز نقول يلا طيب أبد تفاصيل كيف حننحف، نحط البرايمري أوبجكتيف الأساس اللي لازم أسويه عشان أنحف. مثلا أنا بالنسبة لي الأساس اللي يخليني أنحف إن أنا حسوي خطة منظمة عشان أنحف بشكل جيد. فأنا عرفت هنا بدأت أتجه لاتجاه معين إنه أنا حسوي خطة معينة including مثلا كذا وكذا وكذا. هذه primary objective. نجي للسكندري اللي هي الحاجات التفصيلية وتكون عادة صغيرة وقريبة المدى وقدامي واضحة جدا إني حسوي كذا عشان يطلع كذا. زي إيش؟ زي والله مثلا حروح النادي الفلاني واحدة مرة في الأسبوع، هذا شيء قصير المدى وشيء بسرعة حيوديني له وحخلص منه. والله والله حاكل أسوي رجيم وحاكل كذا كذا عشان أوصل عشان أنحف. حاكل كل يوم بس سلطة مثلا، حسوي حاجات قريبة المدى وحاجات مرة قصيرة. زي لما أنا بشوف الريليشن ما بينها وبين الديموغرافيك، حاجة مرة قصيرة على طول حفتح سبيسس وأشوف الريليشن ما بين الديموغرافيك وما بين المدري إيش. هي ما وصلتني للبيج إيم لكنها هي في الطريق زي ما تقولوا، يعني
ساعدتني بس هي ما هي الأساس. وي اللهم صل على سيدنا محمد. إذا برضو مو فاهمين كويس أنا ما عندي مشكلة عيد شرحها مرة تانية أو أوريكم أمثلة من مانوسكريبتات. أنا فاتني أحط صراحة بروبوزل من عندي في شيء واقعي، ما عندي أمثلة من جد واقعية واقعية، بس هذا الموقع كان مرة كويس. You can scan it وشوفوا الفرق بين الـ aim والـ objective. صراحة هو لو واحد مثال مثالين كده حقيقية على أرض الواقع اللي بحثين رئيسية حتعرف الفرق. وما في بالي دحينة بس سهلة. وفي التمبلتس حتلاقوا فيه أمثلة، ترى دي بفتكر في التمبلتس حتلاقوا أمثلة مرة سهلة. طيب خلصت من الـ من ثالث سكشن، نيجي لرابع سكشن اللي هو الميثودولوجي. حغطي أربع حاجات رئيسية وبرضو ممكن أنقص فيها وأزود فيها براحتي. واحد study design، اثنين population sample size والprocedure. هذا لازم أغطيها صراحة بالذات في cross section study. study design سهلة، حقول جملة واحدة ما حطول فيها أبدا، حقول نوع دراستي هي إيش باختصار، وكمان هي إيش أوصفها، I should describe هذا الستدي. يعني مثلا إذا أنا والله cross sectional studies فحقول أنا عبارة عن إيش، أنا descriptive cross sectional study بس، فحقول it's a descriptive cross sectional study. وإذا كانت cohort ما يكفي أقول cohort، أقول هي prospective ولا retrospective cohort study، observational ولا إيش أقولها بس كده. هذا اللي هو إيش هي تبع إيش هذه الدراسة، بس نوصفها بهذا الوصف وجملة واحدة وما نطول. على طول حنتبعها بتاني سكشن اللي هو study population. هنا نجي حنقول على أي أساس حقيم population حقتي اللي أنا أبغاهم، على أساس ال inclusion وال exclusion. حيكون عندي خانتين inclusion criteria وال exclusion criteria. هذه سهلة، ححط العينة المستهدفة حقتي في ال inclusion criteria. والله أنا هدفي أخذ كل المكة population اللي أعمارهم مثلا ما بين 8 ل 90 سنة مثلا، أحدد ال inclusion منهم بالضبط اللي حدرسهم. النقطة اللي مهمة أوضحها، الإكسكلوجين عمرها ما تكون عكس الإنكلوجين، هذولي مو مضادتين لبعض، هما مو عكس بعض. إنكلوجين مو عكس الإكسكلوجين، هما حاجتين تكمل بعض. الإكسكلوجين هدفها تكمل الإنكلوجين. إيش يعني؟ يعني ما ينفع أقول مثلا إذا أنا أبغى دراسة في كل اللي عمرهم من 1 إلى 20، ما ينفع أقول هنا ما أبغى الناس اللي عمرهم أكبر من 20. خلاص يا شارلوك عارفين، إذا أنت تبغى من 1 إلى 20 ما يحتاج تقولي العكس، إني أنا ما أبغى اللي من 20 لوك، عارفين ما حفكر وأحلل، أنا عارفة هذا الشيء خلاص لا تقول لي هو. نفس الشيء والله مثلا I will include كل الميل بس، خلاص ما يحتاج تقولي هنا I will exclude كل الفيميل، I know. فالمفروض الإكسكلوجين إيش تكون وضعها؟ يكون وضعها أسوي إكسكلوجين من هذه الإنكلوجين. يعني مثلا لو قلت أنا حاخذ كل البوبوليشن اللي عمرهم من 8 إلى 90 سنة، وكل البارنتس مثلا دراستي على والدين مثلا، وحدخل الاطفال حسوي سيرفي برضو للاطفال من عمر 5 إلى 15 سنة مثلا، في الاكسكلوجن ايش حقول؟ حقول ما ابغى البارنتس اللي منفصلين عن بعض، هم اساسا كانوا في الانكلوجن، بس من هذول العينه حقت الانكلوجن انا ما ابغى البارنتس. مثلا انا حطيت كل الاطفال اللي من عمر كذا لعمر كذا، بس في الاكسكلوجن حقول ما ابغى الاطفال اللي مثلا عندهم سبيشال نيدز، لانه ممكن أفضل لهم كرايتيريا تانية مثلا. فهم من الانكلوجين أنا حسوي اكسكلوجين لناس معينين. تمام، إن شاء الله مفهومة هذه النقطة. وعموما مرة سهل الانكلوجين والاكسكلوجين، وممكن تكون الدراسة حقتي ما فيها اكسكلوجين بالذات لو كانت كروس سكشنال وحاجة للمجتمع عادي. بالنسبة للسامبل سايز ديتيرمينيشن اللي هو تالي جزء المفروض يتغطى في الميثودولوجي، هنا شوية حيختلف على حسب دراستي هي كيف. إذا كانت population size حقتي معروفة، إيش يعني population size؟ يعني العين اللي أنا حعمم عليها النتيجة. يعني لو مثلا بسوي دراسة لأهل مكة وححمم النتيجة على أهل مكة، فخلاص أنا معروفة population size حقتي. I will google كم عدد السكان في مكة المكرمة، حعرف population size. إذا كانت population size حقتي معرفة، حستخدم أي برنامج وشرحتها أمس سمية، أي برنامج ممكن أستخدم عشان أحسب population size. من ضمنها أو اللي أنا دائماً أستخدم وأعتمد عليه هذا الموقع اللطيف اسمه OpenEBI، مرة سهل الاستخدام وقاعد أحوري لكم هو. خليني أوريكم هو بسرعة بعدين أروح للحالات الثانية. هو مرة سهل ما يبغاله، حتخشوا بهذاك الباركود من الهوم، لا تروحوا للهوم اسحب عليها، روحوا هنا عند السامبل سايز، بعدين أختاروا بروبوشن، وي حيفتح لنا هنا، حتطلع لنا بعدها هذا الخانة سيبو ستارت. ستارت يعلمكم إيش تسووا وإيش ما تسووا. عاد نروح نروح لإنتر،
ونبدأ إيش نسوي، إيش اللي علينا ندخله. هندخل هنا population size حقونا اللي هم سويناهم بجوجل، إذا أنا بأهل مكة هحط هنا أهل مكة، إذا أنا مثلا بعمل نتيجتي على كل الناس اللي عندهم diabetes في السعودية فحروح أدور إحصائيات الناس اللي عندهم diabetes في السعودية وأدور أقرب إحصائيات صارت عادي لين 2016 2015 2010 أقرب إحصائيات فيه أحطها. إذا والله ولا خلاص المهم نكمل. بعد ما حطيت population size حقتي حط الانتسبتيك، هذه كلها يفضل تخلوها زي ما هي باي ديفولت، هي صحيحه هي مناسبه، وانا هذا اللي دائما اسويه. اوكي حطيتها كل حاجه، حروح لكالكوليت وبعدها حسوي كالكوليشن. هنا ايش يقول لي؟ يقول لي شوفي اذا تبغى والله يا عمتي الكونفيدنس انترفل حقك 95% فانت لازم تجمعي 384 سامبل سايز. ما تبغيها 95 تبغيها اكثر من كذا 97 مثلا، حتجمعي 471. تبيها أكتر 99% جمعي لك 664 وهكذا. تبي أقل من 95 أقل من 95 خذي لك 80% وهكذا. هو يخيرني وأنا حختار دائما أو في الغالب في غالب الأحوال حختار 95% طبعا، هو الشيء اللي إحنا يعني مطلوب عنده، هو أقل حد إحنا نبغاه في الدراسات حقتنا وخلاص الحمد لله. وهذا الرقم الحين حقول لكم كيف حنعبر عنه، إحنا الحين حسبنا خلاص. أنا كذا فهمت إنه عشان أقل عدد أحتاجه أحتاج أجمعه في الاستبيان حقي ولا أيًا كان، أحتاج أجمع 384 شخص عشان أعمم عليهم نتيجة الدراسة على أهل مكة. يعني عشان أعمم على أهل مكة حجمع 384. وطبعًا زي ما قالت لكم أمس سمية يفضل زود عليها 20% كمان زيادة أو 10% زيادة. إيش يعني 20%؟ يعني مثلًا لو أنا عندي 100 sample size حزود عليها 20 نفر حيصيروا 120 حجمعهم. لو أنا عندي 400 sample size كم حجمع عليهم؟ حجمع عليهم 80 شخص زيادة، 20% زيادة احتياطا عشان إذا في داتا لوس أو في شيء زي كذا. طيب آخر حاجة هنا في equation أشرت عليها ليش؟ عشان بس أقول لكم إنه في ناس ما يحبوا يعني يتفزلكوا شوية، وعادي يتفزلك في المانوسكريبت ما يحبوا يقول والله حسبنا السامبل سايز ببرنامج، أو عشان يوضحوا أكثر عشان يكونوا مور ديتيلد يقولوا البرنامج اللي استخدمناها كانت عبارة كانت مستخدمة هذه الإكويجن اللي ترى اللي هي نفسها يعني هم حسبوا السامبل سايز هذا البرنامج بهذا الإكويجن، فممكن نحطها عشان يكون شوية مور ديتيلد عشان يقول لهم إحنا فاهمين إحنا ليش اخترنا هذا البرنامج اللي يحسب مو أي أحد، لأنه أيوة هذه هي الإكويجن اللي المفروض نستخدمها للحساب. طيب هذه طريقة حقول ونخلي نكمل كمان. طب كيف حعبر؟ أنا خلاص طلعت 384، كيف حعبر عن هذا الكلام في البروبوزل حقي؟ حطيت لكم هنا مبدئياً إكزامبل عادة دائماً أكتبه. حقول المينيمم سامبل سايز ريكوايرد للستدي حقتي واز كالكوليتد بهذا البرنامج وهذا الفيرجن حقته، وححط الريفرنس حقه اللي هو الرابط حق الموقع، يعني أضيفه بنفسي مانيوال الرابط حق الموقع في مندلي أو في إند نوت. طيب in consideration of the following، إيش سويت؟ إيش الconsideration حقتي؟ أولا الpopulation حقت مكة اللي حعمم عليها النتيجة كان عددها 2 مليون ومدري كم مقيم، اللي هم أخذتهم من جوجل يعني، بس أخذتهم من مصدر رسمي موثوق، وححط الريفرنس حقي من فين جبت الpopulation size ححط الريفرنس. بعد كذا كمان الconsideration الثاني حقي الconfidence interval حقي كان 95 زي اللي أنا اخترته، أخذت 95% والانتسبتد بيرسنت والفريكوينسيز وهذه الاشياء اللي قلت لكم خلوها باي ديفولت نفسها هناك، خليناها هنا كتبناها هنا. والكالكوليشن حقتي طلعت كم؟ 385 بارتيسيبنتس. وحقول ان كيس اوف اني بوسيبل داتا لوس ممكن تقولوا حنزودها ل 20% زياده، فحيصير المجموع النهائي 460 بارتيسيبنتس او ايا كان. طيب هذا في احسن الاحوال اذا أنا أقدر ألاقي عينة معينة أعمم عليها النتائج، يعني لما دورت في جوجل كم population size قدرت ألاقي رقم، فهنا ممتاز حسوي بالبرنامج الحسبة بعدين حكتب تقريبا شيء زي هذا الكلام. لكن لو دورت في جوجل وما لقيت رقم أقدر أعتمد عليه في حساب السامبل سايز، أو كانت هي أساسا ما في دراسات ما تتحسب أساسا بسامبل سايز، يعني مثلا أبغى والله عدد الحجيج اللي مروا بمستشفى عرفات من أول يوم في الحج لآخر يوم، ما في عدد معين، ما أقدر أساساً ألاقي سامبل سايز لهذا الرقم مثلاً. ففي هذه الأحوال أنا حاعتمد حساب السامبل سايز حيكون بناءً على ديوريشن معينة. ففي خانة السامبل سايز ديترمينيشن حقول إنه السامبل سايز اللي حجمها هم كل الحجاج اللي مروا بمشاعر عرفات من واحد الحجة مثلاً إلى يوم 12 مثلاً، أخليها معتمدة على ديوريشن معينة. أو حتى في دراسات أو بكيف ترى أحيانا حتى
والله أبغى كل الكاردياك بيشنت اللي كانوا في سنتر الملك عبد الله من 2018 لين 2020 وكان عندهم المرض الفلاني مثلاً، أجمع كل الناس اللي كان عندهم مرض فلاني في آخر سنتين. خاص حعتمد على السنة، أجمع كل الناس اللي كانوا في هذا المكان خلال ذي السنتين، حعتمد على duration عادي، يعتبر حساب للسامبل سايز كذا ترى، أو حددت السامبل سايز حقتي كم، وإما كنت أعرف رقمها يعني بس على الأقل حددتها. طيب أحياناً بلاش أحياناً نقدر نبعد عن duration لأنها ترى تقلل accuracy طبعاً للسامبل سايز. ممكن أعتمد على literature review، هذا في أسوأ الأحوال يعني شوية. كيف يعني أعتمد على literature review؟ يعني مثلاً أنا بسوي sample size حقتي على cancer patients اللي في الملك عبد الله مثلاً، دورت إحصائيات عن cancer patients اللي في الملك عبد الله، ماني عارفة كم، أبعمم النتيجة على cancer patients اللي في الملك عبد الله بس ماني عارفة كم رقمهم، كم عددهم ما أعرف. فممكن في ذي الحالة أروح أدور في literature إيش في دراسات اتنشرت عن cancer patients اللي في الملك عبد الله عندنا هنا، ايا كان نوع الدراسه، ايا كانت في نفس السكوب حقي ولا برا السكوب، اهم شيء عينتي زي عينتهم، بيعمم النتيجه على الكانسر بيشنتس. فاشوف دراسه دراستين ثلاثه اربعه كم اخذوا، واشوف المتوسط حقهم كم، واقول والله حسوي زي متوسط عددهم وامنشنهم هنا في السامبل سايز ديمينشن، اقول والله ما لقيت، دورت احصائيات وما لقيت، هذا هو الاكوريت شيء، اكثر شيء اكوريت اجيب احصائيات، ما في احصائيات وماني قادره أقول راح أعتمد على زي اللي نشروا دراسات قديمة وكانوا ماشي حالهم، وححسب بيلو الـ population size حقي وأمنشنهم، أسوي reference يعني أحط citation حقهم. بكذا خلصنا sample size determination وعلقنا عليه كمان. هنروح لآخر جزء من الميثودولوجي وهي الـ study procedure. في الـ study procedure حقول باختصار، وهذه ترى جزئية ما هي مهمة ويمدينا نشيلها لكم ليش بدرس أطول. لو لاحظتوا هذا مثال على الديوريشن، على بسم الله على البروسيجر. في البروسيجر إيش هعلق؟ هقول بشكل عام وبسرعة مختصر البحث حقي كيف هسويه، ابتداء من تجميع الداتا والجوجل فورم إيش هيكون فيه وإيش ما هيكون فيه، بعدين كيف حجمعه من فين، والأناليسيس كيف راح أسويه باختصار، مرة باختصار. لا فممكن أحذفه أساساً من من البروتوكول حقي بكافي، لأنه أنا حفصل في هذه الأشياء في أجزاء أخرى، فإذا بغاه عشان يكون مختصر أخليه، ما أبغاه وبشيله لأنه أنا حفصل فيه في أجزاء تانية أقدر أشيله براحتي. مثلاً حقول أنا عندي كوشنير مثلاً، في الكوشنير حانشره بجوجل فورم will be distributed electrically. عن هذا الاستبيان حيكون مغطي ثلاثة أجزاء رئيسية مثلاً، حيغطي general information of the participants، وحيغطي حأدرس مثلاً knowledge عن طريق إن أنا أغطي 15 question to assess knowledge، وحيكون برضو الاستبيان حقي فيه خمسة items suggested solution. طيب بكافي يعني أكتب فيه التفاصيل هذه تخص بحثي. والله أنا عندي cohort study، حقول cohort study هذه حنجمع البيانات بين ثلاثة authors ثلاثة investigators هم اللي حيشتغلوا عليها مثلا، وهذا الاستبيان أو هذا سوري هذا الإكسل شيت اللي حجمع فيه البيانات حيكون مغطي كم جزء رئيسي، هذا هو كذا كذا كذا. وممكن تقول بين قوسين والإكسل شيت أساسا موجود في الأبيندكس أو في المرفقات. طيب على حسب إيش شكل دراستي وإيش هو دراستي حصيغ بكافي، بس بشكل عام هو جدا مختصر وسوبرفيشل كذا، ومرة بسرعة أمر على هذه الخطوة. بعد كذا يقول لك هذا الكوشنير والبي هذا لازم أوضح، أيوه في الأبحاث اللي أكون استبيانات أخذتها من دراسات سابقة برضو استفدت من استبيانهم عشان سويت استبياني، فلازم أمنشن هذا الشيء، أقول هذا الاستبيان was inspired by multiple studies with some modifications، وأكتب كم الدراسات اللي أنا أخذتها إيش هي، أحط الريفرنس حقها. واللانجويج حتكون بين البارتيسيبنتس بالانجليش ولا بالعربي ولا بايلينجوال، وات ايفر كان الطريقه. وبعدين اقول البيريود اوف 1 مانث ويل بي نيديد فور داتا كولكشن، بعدين ان شاء الله الاناليسيس حيتسوى بعد ما اخذ كل هذه الداتا واحطها في اكسل شيت، بعدين حاسوي الاناليسيس عن طريق التست هذه انوفا في الاس بي اس اس اون ماك فيرجن 26. هذه التفاصيل شوي شوي حتلاحظوا تراها هي موجوده ومكرره قدام، بس هي هنا مختصره. فبكيفنا نباها ما نباها بكيفنا. طيب خلصنا من الميثودولوجي عموما وبشكل سريع، وكانت مغطية أجزاء عامة رئيسية بس تراها جدا مهمة، تلاحظوا بعد مانوسكريبت إنه فعلا كانت لها فاليو كبيرة. هذا الشيء اللي كتبناه هنا كانت الميثودولوجي مغطية study design population sample size procedure،
وقت الكتابة المانوسكريبت اللي هي الخطوة الأخيرة بعد الأناليسز، هتستفيدوا مرة من اللي كتبتوه هنا، وعليه ديتيلز زيادة هتحطوا. طيب خلصنا الحين من الميثودولوجي، هنروح للستدي ديوريشن. تبغى ناخذ بريك نصلي فيه وبعدين نرجع على 8:30؟ هو ما بقي شيء، هو بقي 5 نقاط ونخلص. بريك ولا نكمل 5 نقاط؟ تمام خلاص، رأي الجماعة، رأي الجماعة حنكمل. ومعليش يا وعد ما حناخد بريك. طيب خلاص باقي لنا 5 نقاط، حنروح للستدي ديوريشن. الستدي ديوريشن هدفي منها أقول والله ديوريشن حقت بحثي كم أتوقع إنها راح تاخذ. طبعا هذه كلها خطط، ما هي قرآن، إذا ما سويتها عادي كيفي، هي بس مبدئيا أنا ناوية كم آخذ، وممكن أصيغها برضو بكيفي براحتي بالشكل اللي يعجبني. ممكن أقول جملة بس سطر واحد، أقول إن أنا والله هحتاج 4 لـ6 شهور عشان أخلص دراستي، وحتكون مثلا بس 3، ممكن أقسمها على 3 أجزاء. أقول والله تجميع الداتا وكتابة الأناليسيس حياخذ 2 شهر، بعدين الأناليسيس وكتابة المانوسكريبت 2 شهر، والنشر 2 شهر، بس في سطر واحد أكتبها. أو ممكن أسوي هذا الجدول الجميل ومرة حلو لو سويته في البروبوزل حقكم، بالضبط نفس الجدول سويته مرة، مرة عجب دكتورة من الجامعة قالت شكلك جدا دقيقة، مع انه اصلا سرقته زي ما هو من مانوسكريبت من المانوسكريبتات وما عندي سالفة، فحيكون مرة جيد لو اخذته، لانه فعلا تفصيلي وبين انت شخص حريص ودقيق دقيق كذا وفاهم ايش قاعد تسوي في له. كل الاشياء الرئيسية والاساسية والمهمة اللي حتمر على رحلة البحث، data collection، data entry and cleaning، data analysis، result evaluation، writing research paper، بعدين seek a suitable journal، وبعدين publication. وحط صح صح على كل شهر كم حاخذ، هذه شهور يعتبر number needed، number of months. فdata collection والله بس هحتاج شهر، الdata entry شهر يكفيني، الdata analysis لا والله حطول فيها وانا عندي مشاكل فيها حاخذ 2 شهر، وهكذا احط صحات كذا زي ما ابغى. ممكن في الشهر السادس من شغلي حاشتغل على الريسيرش بيبر، وفي نفس الوقت ادور الجورنال عشان اكتب البيبر زي ما تبغى الجورنال، مثلا زي متطلبات الجورنال. فحيكون هذا الشهر لشيئين مع بعض، وفي نفس الوقت حكمل في الشهر اللي بعده كتابه البيبر، وبعد كده اخلي اخر 2 شهر للنشر. ممكن تخلوا اخر 3 شهور لانه غالبا النشر في 3 شهور. وفي الأخير كلها خطة مبدئية يعني. طيب بعد كذا نجي لجزئية الأوتكم في البروبوزل. جزئية الأوتكم من أكثر الجزئيات اللي أحياناً يكون ما لها داعي في الحياة، وأحياناً تكون مرة جزئية أساسية ومهمة في البحث. كله يعتمد على نوع الدراسة هي إيش، والبحث متخصص بإيش. في الدراسات الكروس سكشن بشكل عام لاحظت إنه الأوتكم دائماً يكون useless بصراحة. ليش؟ هدفي في الأوتكم أقول أمسك هذه الأوبجكتيفات اللي زمان كتبتها في البداية، اللي هو البرايمري أوبجكتيف والسكندري أوبجكتيف، هذيك اللي أنا كتبتها في البداية راح أخذها هناك وأعمل لها أسسمنت في الأوتكم. من أي ناحية؟ من ناحية أنا كيف حطلع هذا الأوبجكتيف، كيف أسوي الشيء الفلاني، بس أنا كيف ناوي أسوي أو بإيش ناوي أخرج، هذا اللي حيصير في الأوتكم. خليني أقول مثال، يعني مثلا لو أنا في البرايمري أوبجكتيف نوليدج مثلا، وفي primary objective هناك primary objective قلت والله I want to assess the knowledge of medical students regarding الشيء الفلاني، حجي في outcome حقول أسوي assessment للknowledge of the participants عن طريق 15 سؤال مثلا. راح تكون هذه الأسئلة مقسمة، راح تكون هذه الأسئلة each one point مثلا will be given لكل question يجاوبوا عليه الparticipant بشكل صحيح. بعد كذا حشوف scoring حقهم، وممكن أقسمهم لثلاثة جروبات low و medium و high، وهذا هو الأوتكم النهائي اللي حيخرج، حيخرجوا لثلاثة جروبات medium و low و high، وعلى هذا الأساس أنا قست النوليج، وهذه الطريقة اللي أنا حقيس بيها النوليج. وهكذا يبدأ يتدرج الموضوع، يصير أحيانا complicated ترى. يعني مثلا لما أنا بدي أقول أحيانا يكون الموضوع صعب، زي إيش؟ أن يكون اللي بنشوف قد إيش الناس عندهم ريسك مثلا، يكون الأوبجكتيف حقي أو شوف البيشنت الفلانيين قد إيش عندهم ريسك للشيء الفلاني. طبعا كيف حشوف الريسك؟
حاجي هنا في الأوتكم وأقول الريسك والبي أسست عن طريق مثلاً ثرومبس بيردن سكور الكوموربيديتيز اللي عندهم ووووو أعلق بالضبط إيش هي الأشياء اللي حتنقاس ومتى حيكونوا هاي ريسك فعلاً ومتى حيكونوا مهم هاي ريسك. هذا كله بناء على الليتريتشر واللي أنا قريته واللي أنا فهمته عن الموضوع، مو أكتب الأوبجكتيف كذا وأنا ما يدري كيف حقيسه أو كيف حأوصل له. هنا هذا هدف الأوتكم، يقول لي أنا كيف حأوصل لهذا الشيء. لكن أحياناً ما يكون مفيد لأنه خلاص الأوبجكتيف هو بجاوب عن نفسه. سامز يكون الأوبجكتيف واضح اللي يكون خلاص نفسه، أنا حروح أفتح الـ SPSS وأحط الديموغرافيك وأحط النوليج وأطلع على الريليشن. فأحسن يقول البروسيجر كيف هتكون ريليشن، يا في ريليشن قوية يا ما في يوزلس. ففي هذه الأحوال ممكن أنا أشيلها أو أشيل جزء منها إذا ما كان مفيد. أو أنا في البداية زمان كنت اللي أسوي إن أنا أنسخ نفس الأوبجكتيفز بصراحة وأحطها في الأوتكم مع تغيير شيء مهم، إنه دائما المفروض إحنا قلت تو أسس تو كيرايز زي كذا تو هذه مرة مهمة في الأوتكم. لا ما ينفع أصيغ الأوتكم عن طريق تو، على طول أبدأ أسسينج نوليج كذا 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 determining the knowledge لأنها outcome. أنا بطلع مخرج، المخرج هو الassessment، المخرج هو outcome الفلاني، outcome هو العلاني. فما ينفع يكون بتو، تو هذا لما يكون objective. فعن نفسي زمان كنت هذا outcome بس عشان يملي خانة، بس بعدين شوي شوي خلاص صار الواحد ما يحتاج أن أحطه أساسا. وعادي في كل الأحوال كان مقبول، كان يقبل البروزل سواء كتبتوا الأوتكم أو ما كتبتوا عادي. في دكتور شافها قال لي لا ما يحتاج الأوتكم تكتبيها مروج شيليها، وشلناها وأخذنا أبروفل. وفي مرات كنت ناسخة الأوبجكتيف وشايلة تو وأخذنا أبروفل بتو، يمشي الحال عادي. بس عشان نكتب طيب بالنسبة للستاتيكال أناليسيس بلان، هذا مبدئيا أقول الأناليسيس حقي كيف بسويه. وهذا إذا واحد فاهم في الاناليسيس حق بحثه كويس، بالذات في الدراسات اللي لما نقريت في الليتريتشر مثلا والله في ناس معينين استخدموا اناليسيس خاص عشان يطلعوا النتيجة هذه الخاصة، هحتاج أقوله هنا. بس إحنا غالبا حنمشي على كلاسيكال اناليسيس، فممكن ناخذ دائما حاجة ثابتة اللي هو إنه أي ديسكريبتيف داتا هستخدم معاها، هشوف إذا هي كانت numerical ولا categorical. هذا basic، هذا كل أنا بسوي داتا حقيقة numerical حعبر عنها بالميز والstandard deviation وهذه الأشياء. إذا كانت categorical حعبر عنها بال number والpercent، أكتب هذا الكلام نسخ عادة أكتبه زي ما هو. وإذا كانت حاجة فيها comparison في دراستي فراح أقول هذا comparison ممكن أستخدم معاها t-test على حسب نوع الدراسة برضو. إذا كانت categorical values هستخدم chi-square، إذا كانت والله حاجات ما هي categorical هستخدم t-test في SPSS، وهستخدم SPSS version كذا كذا على برنامج على Mac على Windows whatever كان. هذا الكلاسيكال صراحة، الكلاسيكال إنه تأخذوا هذه two boxes وتكتبوها زي ما هي، تكتبوا numerical data كذا هتتكتب والكاتيجوريكال كذا حتتكتب. هذا بالنسبه للديسكريبتيف، وبالنسبه للكومباريزون حاسوي هذا التست وهذا التست اذا كان الموضوع يتطلب. فاهمين علي؟ في شيء مو مفهوم للان؟ باقي لنا نقطه 8 9 و10. طيب بالنسبه للإيثيكال بارت، هنا زي ما قلنا الإثيكال بارت اللي ممكن شوية أغير فيه له بحسب نوع دراستي. لو RCT حأشبعها بالإثيكال إيشوز اللي لازم أروح أقرأ عنها من قبل وأشوف RCT إيش يحتاج يتغطى من إثيكال بارت وحغطيها هنا. إذا كانت cross-sectional study وهذا غالبنا كستودنت حنسويها فما يحتاج، خلاص حروح أقول بس إنه والله كل المعلومات حقت البيشنت حتكون محفوظة. مثل الكوهرت، الكوهرت حلوة، الكوهرت مثال حلو يعني حشوف ملفات بيشنت وحطلع عليها ومن عارفة إيش وحكتبها عندي، فمرة حيكون حلو إذا قلنا والله كل المعلومات هذه حناخذها ونحفظها وما في أي داتا ما
راح نتخلص منها حتى بعد ما نخلص من الداتا ونسوي اناليسز ونعمل استديو حتى وننشرها. الداتا المفروض ايثيكالي تقعد، مو ما ادري ايثيكالي ولا لا، بس هذا دائما نشوفه مكتوبه انه تقعد الداتا محفوظه 5 سنوات قبل ما يتخلصوا منها حتى لو نشرت الدراسه، المفروض على اساس انها تقدم يعني بعد كده اقدر اتخلص من هذه الاوراق اللي جمعت فيها ولا غيره. هذا في الكوهورت ستديز والحاجات اللي بشوف فيها بيشنت ولا بجمع فيها داتا حقيقيه لخصوصيات مرضى. اما لو كانت مثلا كروس سيكشنال ستدي جمعت فيها بس راي الناس وكذا عن حاجه، يكفي بس ان انا حقول ان انا حاخذ موافقتهم قبل هذا واوضح لهم ان هم ترى مشاركتهم فولنتري وهذه الاشياء، ويا اللهم صل على سيدنا محمد شيء مهم بس انه ما حاتعرض لاي شيء يخص يشمل خصوصيتهم. اما ايش الجزئيه الاخيره اللي قصدك عليها؟ ستاتيك الاناليسيس بلان. طيب شكلك كتبت ايوه. طيب في الاناليسيس هو يا يكون حاجة روتين لمكتوبة، يا تكون حاجة كذا غير على حسب إيش قريتي في الليتريتشر وعلى حسب إيش نوع الداتا اللي حتجمعيها أنت في الاستبيان حقك ولا في الإكسل اللي أنت حتجمعيها. هل حتكون حتخليها أنت نوعها كلها كاتيجوريكال؟ يعني مثلا حخلي كل الأسئلة حقتي خيارات وخيارات كذا كاتيجوريز عشان أريح نفسي في الأناليسيس، فيصير في الأناليسيس ما حألجأ غير للتستات الكاتيجوريكال. فاستبياني إذا كان مثلا كله خياراته كاتيجوريكال وأنا حسوي ديسكريبشن وصف داتا وصفية فقط، فايش حسوي؟ حقول هذا الشيء، حقول كل الكاتيجوريكال داتا إن شاء الله هذه اللي حنجمعها حأوصفها عن طريق البرسنتجز والنمبرز نمبر برسنت، وحأحط لها البي فاليو كمان. وحتتم طبعا لازم نقول كلنا انه ايش البرنامج اللي حستخدمه للاناليسيس. ممكن اس بي اس اس، ممكن سيرفي مونكي في ناس سووا عليه، ممكن طبعا اكسل سووا له اناليسيس. حقول ايش برنامج وايش الفيرجن وهذه الاشياء، بس انه فيما يتعلق بالاناليسيس بالضبط على حسب نوع دراستي. اذا انا لسه ماني محدده او مثلا منوعه، يعني مثلا نيوميريكال زي اس زي الايج لو خليته مفتوح، لو قلت لهم اكتبوا لي كم عمركم وخليته مفتوح فهذه نيوميريكال داتا اقدر اطلع عليها ايش بيرسنت سوري اطلع على المين والستاندرد ديفيشن والميديوم. فممكن هنا احط هذه الستاتستيك وهذه احط هذه الجملتين، اني ححط نيوميريكال داتا بوصف مين وميديوم ورينج وكذا وكاتيجوريكال. لكن والله لو انا ما ابغى هذا الصداع وخليت من الاساس الاسئله حقت العمر مثلا كاتيجوريز، يعني كاتيجوري من عمر 5 ل 10 من 11 ل 20 زي كذا كاتيجوريز، فانا ما احتاج النيوميريك داتا، ما حكتبها اساسا في البروبوزل، حكتب بس هذا الشيء. لو كمان دراسه كانت غير انها ديسكريبتيف بس كمان تشمل كومباريزون، فهنا حروح على كل التستات الكومباريزون. يعني حقول والله اذا انا الكومباريزون طبعا انواع والتستات مره كثير في اللوجيستيك ريجريشن، وذيك الانواع اللي مره طويله ما ادري شرحتها مستمية ولا لا، بس على حسب برضو الفاريبل حقي. اذا كانت كلها كاتيجوريكال فاريبل فانا كيف حشوف الكومباريزون ما بينهم؟ عن طريق استخدام الكاي سكوير تيست. فحقول انا حشوف الكومباريزون لهذه الداتا الكاتيجوريكال حقتي عن طريق الكاي سكوير. اذا كانت لا والله حاجه كلها مثلا وشي كاتيجوريكال وشي كونتينوس، فحستخدم النوفا والون واي انوفا والتو ويز انوفا للاشياء. اذا والله كانت كلها كونتينوس حستخدم التي تيست مثلا اللي هو مكتوب هنا. على حسب ايش الداتا اللي انا حطيتها في الاستبيان وجمعتها حقول ايش نوع الدراسه ايش نوع الاناليسيز اللي انا حسويه عشان اطلع النتائج. اذا انا ماني كويسه في هذا الموضوع حق الاناليسيز او لسه ما حددت بالضبط، زي مثلا في ناس يخلوها نيوميريكال، يخلوا العمر نيوميريكال يعني يفتحوه وبعدين يقولوا والله وقتها نقرر، نقدر في الاسبيسيس مره سهله احول النيوميريكال لكاتيجوريكال، فوقتها حكتب الاثنين بيسكلي، حكتب الكلاسيكال الجواب الكلاسيك، حكتب الاثنين لاني لسه ما قررت، حكتب هذا الجملتين وحتى في الكومباريزون حكتب هذه الاثنين وكلها، ولو في غيرها حكتب، ولو في شيء خاص لو مثلا في حاجه لوجيستيك ريجريشن، لو في اناليسيس معين لدراسه معينه حكتبها برضو استفاده من الليتريتشر ريفيو مثلا او من راسي او انا فاهم الاناليسيس حكتب. عمل فاهمه علي؟ بيسكلي صراحه انا اكتب كله
أكتب كله، أكتب هذا كله لأن لسه ما قررت الأناليسيس كيف أبغاه. ومرة تانية أساسا ما حد تفرق معه، ترى ما تفرق معهم اللي تكتبيه، لأنه هي خطط مبدئية، زبطت زبطت، ما زبطت عادي والله غيرت. بدأت الأناليسيس مرة عادي أغير فيه. هو إيش الشيء اللي مفروض ما يتغير؟ أنا نسيت أقول لكم، في حاجات مرة عادي أغيرها في البروبوزل لأنه هي خطط، بس في حاجات ممنوع ألعب فيها. إذا كتبت في البروبوزل انكتبت وانتهى. زي إيش؟ زي لما مثلا يكون عندي كوهورت ستدي وسويت إكسل وفي داتا معينة ناوي أجمعها، فحقول لهم حجمع الجندر وحجمع العمر وحجمع الناشوناليتي وحجمع الريسك فاكتور، وحسأل إذا هو يدخن ولا ما يدخن، وحفتح الفايل وأجمع كذا وأجمع كذا وأجمع كذا. في بيانات معينة من الفايل وفي انترفيو حسويها معه، بيانات معينة كلها حكتبها في إكسل مثلا، هذا اللي حجمعها أو في شيت أو في أي كان، وبعدين أعطيه للآير بي أبروفل. لما يعطوني إثيكال أبروفل ويقولوا لي أوكي أبروفد، في هذه الحالة ممنوع أجمع أي داتا زيادة غير الداتا اللي أنا أخذت عليها إثيكال أبروفل. أنا قلت راح أجمع كذا وكذا وكذا وكذا، إذا ما راح أجمع إلا هذا اللي أنا قلت عليه حجمعه. وممنوع المفروض إن أنا أسأل المريض أي حاجة غير اللي أنا أخذت عليه إثيكال أبروفل، لأنه ما تقيم. أي سؤال تاني جديد حضيفه هذا ما تقيم من الإثيكال أبروفل إذا هو مقبول ولا لا. طبعا في النورمال براكتس عادي الناس بكيفهم يلعبوا، لانه ما حد درى عننا يعني، بالذات انه لما تجي تفتح الفايل، الفايل كله في يدك، لما تفتح الارشيف، الارشيف كله في يدك، تجمع اللي تبغاه وتغير زي ما تبغى. لكن المفروض اخلاقيا والمفروض اللي يصير انه ما تجمع غير اللي اخذت عليه ethical approval فقط. ممكن تنقص، ممكن في اشياء اخذت عليها ethical approval بس بعدين تغير رايك وما تجمعها عادي، لكن المفروض ما تزود. مفهوم؟ المهم باقي لنا البابليكيشن وبعدين خلاص. طيب هدف البابليكيشن هذا جزئية منه، بس أوضح إنه إحنا الكو أوثرز اللي حنصير إن شاء الله مستقبلا كو أوثرز، هم اسمهم كو إنفستيجاتورز، الناس اللي قاعدين يكتبوا البروبوزل اسمهم principal investigator اللي هو الدكتور، والكو investigators اللي هم students. لما نجي نكتب المانوسكريبت حيصير اسمنا authors إن شاء الله، co authors ونلخص باحثين authors. فهنا أنا إحنا نقول إنه كل هذول الكو investigators إيش حتكون كيف حتتوزع الكريدتس هذه، أو إيش حتكون فائدتنا، كيف حتتوزع المهام. هذا الشيء لازم نكون متفقين عليه من البداية يعني. وهذا عادة حاجة برضو روتين، بنسخ هذه الجملة الروتين دي ونكتبها، الكريدت of publication will go for the principal investigator. طبعاً والco-investigators هذول هم اللي حياخذوا الكريدت الكبيرة، هذول اللي حياخذوا النشر أساساً، اسمه في النشر. الناس those who will contribute less، زي مثلاً اللي حيجمعوا داتا فقط، حيدخل فجأة على نص الدراسة عشان يجمعوا داتا، أو بس يسووا حاجة بسيطة في الأناليسيس، حيكونوا بس لهم الأكنولجمنت في المانوسكريبت إن شاء الله لما يصير. هذا الشيء العام يعني اللي الكل متفق عليه، طبعا ما في حد حيختلف، بس هو لازم يكون موثق على ورقه وعليها كل اسامي، عشان كذا احنا نكتبها في البروبوزل عشان كلكم متفق عليها، ما حد يقول والله لا ما عجبني هذا الكلام وبدي اغير او ابغى اصير معاكم من الباحثين. يصير واضح كل واحد واضح هو وظيفته فين حتكون او ايش حيستفيد. طيب اخر حاجه نختم فيها البروبوزل هو الاتاتشمنت. بس أعلق، إذا أنا عندي attachment زي إيش يعني؟ إذا عندي حاجات أرفقها زي data collection form أو informed consent، هذا مو دائماً، هذا في بعض أنواع الدراسات إذا أحتاج informed consent ولا لا، زي RCT أحتاجها في RCT. لكن عادةً حنرفق معانا data collection form، فبس ننبههم إن ترى غير proposal هذا اللي حنرفع لكم هو يا IRB approval اللي هم لجنة الأخلاقيات، راح نرفع لكم proposal أو data collection form. وبعدها خلاص نختم بسكشن الريفرنسز اللي حيكون ايش، ريفرنسز لكل الستدي. احنا لو لاحظنا حطينا ريفرنسز في البروبوزل في كل مكان، مو بس في الانترودكشن. طبعا الانترودكشن مليانه ريفرنسز لانه كلها معلومات اخذتها من الليتريتشر، لكن اللي غير الريفرنسز اللي في الانترودكشن حيكون في ريفرنسز احيانا في الميثودولوجي بالذات. متى علقنا احنا؟ لما حسبنا السامبل سايز حطينا ريفرنس الموقع، لما نقول له والله هذا الاستبيان كان مستقى من دراسات قديمة مثلا، حطينا references مثلا، ومن فين جبنا مثلا population size حقه مكة، فهنحط الreference. هذيك الreferences اللي في كل مكان حينحطه في نهاية البروبوزل هنا. وطبعا ما في أي style معين required، عادي بكيفنا. بالعكس لما نجي للmanuscript اللي هو الملخص اللي للجورنال، حنسوي references based على حسب متطلبات الجورنال، لكن هنا عادي
كيف أنا، ما في أي لجنة أخلاقيات تطلبك ريفرنس بستايل معين، تبي فانكوفر تبي whatever. بس بكذا إحنا انتهينا تماما من كتابة البروبوزل أو الأجزاء الأساسية اللي لو كتبتوها هذه الأجزاء العشرة الأساسية، البروبوزل more than complete، كامل جدا بتفاصيل إكسترا كمان. وعموما الموضوع مو صعب أبدا أبدا أبدا، ترى زي ما قلت لكم هو تمبلت وبس، تستفيدوا من صياغة الجمل، من أسلوب الكلمات، من المطلوب من كل جزء. بس you need to consider هذه الأجزاء في مخكم، وهي تعبئة استبيان عادي بشكل كلاسيكي جدا. إذا عندكم أسئلة حاليا نقدر نقعد في هذه العشرين دقيقة الباقية نسأل. وشكرا لكم ويعطيكم العافية. مروج بس ما نحنات سؤال بالنسبة للداتا كوليكشن فورم، نقصد بها الكوشنير اللي حنضيفها في الاتاتشمنت؟ معلش ما سمعتك يا أمل. الداتا كوليكشن فورم نقصد بها الكوشنير اللي حنضيفها في الاتاتشمنت؟ أيوه بالضبط، الكوشنير الاستبيان، أو أحيانا يكون الإكسل إذا كانت كوهورت ستدي مثلا، أو أي شيء إضافي بتضيفه. أحيانا يكون تعرفي حاجة زي إيش، والله في بروتوكول معين احنا حنسويه عشان نقدر احنا مثلا في دراستنا اللي بنحسب الويت حق الناس بطريقه معينه، او اللي بنحسب الكرياتينين كليرنس، ترى الكرياتينين كليرنس له حسبه معينه، وفي بروتوكول معين تستخدمه مثلا الملك عبد الله عشان حسبته، وحنرفق لكم هذا الشيء عشان تشوفوه، فترفق في المرفقات هذا البروتوكول اللي تستخدمه مثلا مدينه الملك عبد الله اللي احنا حنستخدمه. فهمه اي مرفقات مفيده ومهمه تضيفيها في هذا السكشن، بس غالبا يوجولي الاستبيان، احنا استبيان دائما هذا اللي نرفقه. طيب مروج الله يعطيك العافية، حابة بس أشكرك صراحة. آمين. بحث العرض الجميل هذا وعلى السيميشن رائع صراحة. الله يسعدك يا رب ويجزاك الخير. شكرا لكم جميعا على حضوركم للكورس، أتمنى أنكم استفدتوا مننا، إن شاء الله يعني وصلنا لكم الأفكار بشكل مبسط بإذن الله، والله يعطيك العافية مروج. آمين شكرا، الله يسعدك يا رب. فيه لسؤال تاني بتقول إيش المدرسة البحثية اللي رحتيها؟ أنا بس رحت واحدة مدرسة بحثية قبل العام، مو العام الماضي، هذا العام كان أونلاين ما رحته، العام اللي قبله برجولنا يعني رحنا بس الملك عبد الله، هذا اللي أنا جربته. ومدينة الملك عبد الله مرة 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 رائعة ومرة مفيدة، والريسيرش سنتر هناك يخدمك مرة كثير، يخدمك يعني فيه هناك استاتيشن يفيدك، وفي دكاترة طول الوقت جاهزين يشرحوا لك، ترى رائعين جدا مدينة الملك عبد الله. وحتى لو أحد مو من المدرسة البحثية ناوي يروح يكلمهم أو يشتغل معهم، ترى هناك في ناس متعاونين، تروح تسوي بحث. في واحدة صاحبتي راحت مدينة الملك عبد الله كذا من راسها، راحت الريسيرش سنتر هناك، قالت لهم أنا بسوي بحث وعندي بحث وعندي فكرة وما نعرف إيش، لقاها دكتور أسامة بارشيد إذا تعرفوه مرة مشهور، قال لها إذا أنت مستعجلة وتبي تسوي بحث تعالي أنا عندي أفكار بحثية ممكن أسويه وتعالي سوي معايا، ويعرفها على التيم هناك وأخذها يعني تبناها، إذا تبي تشتغل على البحث تشتغل يعني عادي ما في مشكلة، تلاقي فرص أحيانا. هذا اللي جربته أنا ملك عبد الله، مرة استمتعت شهر واحد المدرسة البحثية رائعة جدا، طبعا فلوس ب2500 هذا برجولي، أونلاين كان أرخص ب1000 على ما أتوقع. في مدارس بحثية في الحرس ما جربتها أنا بس جربوها صاحباتي، لو تبي أدلك عليهم أو أعطيك أرقامهم تكلميهم عن اللي جربوا الحرس. الحرس برضه تجربة مرة مثرية وجميلة، وأتوقع إنها ما تختلف عن الملك عبد الله، مرة رائع الحرس برضه، لكن بالنسبة لي عيبها إنها مرة غالية ب4000 على ما أفتكر، وأشوفها سعر مبالغ على شهر واحد ب4000، أحسه سلخ شوية، بس كانوا مرة مستفيدين، والبنات اللي راحوا الحرس كانوا مدحوها وما كانوا شايفين فيها مشكلة، مرة كانوا مبسوطين. وما في بالي غير هذه المدرستين البحثية، لكنها مرة تجربة جميلة، لا تفوت المدرسة البحثية صراحة. أي أحد عنده سؤال أي وقت كمان في أي شيء، سواء سؤال صغير كبير بسيط صعب، لا تقصروا، مرة مرة ما عندي مشكلة، أو حتى بده يفيدني بشيء أنا نقصته أو فاتني أو ماني عرفته، واحد عنده فكرة برضو يا ريت يعني يكلمني على أي مكان من هذه الحسابات. أجمعين يا رب، الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم والله مرة شكرا، الله يعطيكم العافية كلكم. دقيقة دقيقتين كذا خلاص، إذا ما حد عنده سؤال نقفل.
هذا سؤال مرة غريب، قد إيش تدربتي للسيشن هذا؟ جهزته في يوم يومين ثلاثة كذا، وما كان يحتاج تدريب صراحة لأنه هو خبرات أكثر شيء، بس رتبت الطريقة اللي بتكلم فيها، ويعني كل ما فضيت دربت. والله ما يفكر كم مرة دربت عليها، بس كذا اللي رتبت الأفكار اللي بدي أشرحها وبس. استرد هذا الأسبوع، هذا الأسبوع جهز كل شيء. كروس سيكشنال نقدر ننشرها في سنة؟ أيوة. الكروس سيكشنال عيبها إنها فيها بروسيسز مرة طويلة صراحة، وإذا تبتسوها كده بالنظام وبإثيكال أبروفل وأستناه بعدين نجمع الداتا بعدين كده يأخذ وقت، وبذات إذا كانت أسئلتها صعبة. فإذا كانت الأسئلة صعبة ودقيقة ومهمة ممكن تأخذ أكثر من سنة، لأنه كروس سيكشنال تطول فعلا، تطول شوية، لكن ممكن تخلص في 5 شهور حتى وأربع شهور، مو بس سنة، في أقل بكثير إذا أخذت استبيان مرة بسيط، أناليسز مرة بسيط وسريع، ونشرتوا لي جنرال بوبوليشن مثلا، فعينه مره سريعه النشر يمديكم بالراحه تخلصوها. الكروس سيكشن ترى سهله، سهله، بس ممكن تصعبوها على نفسكم، ممكن تسهلوها على نفسكم براحتكم. هو ايش الشيء اللي ممكن يخلص مره 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 سريع من جد؟ الكيس ريبورت، هي رير كيس تاخذها تكتبها خلاص نشرتها، خلص الموضوع، ما فيها تعب كثير، لانه كيس تكتبها وانتهينا وتنشرها. ثاني حاجه الريفيو ستديز، برضو الريفيو ارتكلز. يا غيث ريكورد اليوم وأمس إن شاء الله حنرسله، حيترفع كله، مع علم ما يصوروني يرفع كل المحاضرات اللي يسووها، فحنرفعها ونرسلكم هي إن شاء الله. وحتى العرض حق أمس حيترسل إن شاء الله لإيميلاتكم كله، إن شاء الله كله حنرسله. وإذا ما وصلك يا غيث كلمنا. والله شكرا، أنت المبدع. أروى تقول حننزلها في قناة معلمين إن شاء الله على اليوتيوب. تمام، حلو، نرسلهم هو أروى الرابط ولا هم عندهم قناة اليوتيوب؟ تمام، حلو، أحسن شيء. يلا، استودعكم الله، مع السلامة.